أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. في خضم الأحداث المتوالية التي نراها تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وبلدنا الحبيبة مصر، في عالم متفجر مملوء بالأحداث، وعالم يجري بسرعة شديدة، وحياة تأخذنا من يوم إلى آخر في زخم دائم، يجد الإنسان نفسه محتاجا كثيرا إلى أن يأخذ وقتا يتأمل فيه في روحانياته، يتأمل فيه في أمور خارج المعطيات التي تؤثر على حياته من يوم إلى يوم. كنا في الفترة الماضية كثيرا نتحدث عن مصر وأحداثها، نتحدث عن المشاكل العالمية، تحدثنا عن سوريا وما يجري فيها. كل هذه الأمور أخذتنا إلى حالة من الضغط الشديد النفسي، وأيضا التي تجعل الإنسان ينشغل بأمور العالم، ربما يبتعد كثيرا عن الفكر الروحاني. ولذلك أحبائي المشاهدين، قررنا أن هذه الحلقة في هذا اليوم تأخذنا في اتجاه مختلف. في الحقيقة كانت إرادة إلهية أنه يبعت لنا في هذه الأيام عالمين من علماء علم الباترولوجي أو علم الآبائيات في الكنيسة القبطية، بل أقول في العالم أجمع، إنسانين كرزوا حياتهم إلى هذه الدراسة وأخذوا الدراسة والعلم إلى أقصى ما يمكن أن يقدمه الأكاديمي، المجتمع الأكاديمي، لأي إنسان يريد أن يتبحر في هذه الدراسة. أردنا أن نتحدث اليوم عن علم الآباء أو الباترولوجي بالإنجليزية أو الباترولوجية. سيكون حديثنا اليوم عن ما هو علم الآباء، لماذا نحتاج أن نعرف عن الآباء، ما دورهم في الكنيسة، في الإيمان والعقيدة، فيما نجده بين يدينا اليوم من إيمان وعقيدة، بل ومن الإنجيل اللي موجود بين يدينا اليوم. في بداية الحلقة أحبائنا المشاهدين، اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفين العزيزين اللي هم الحقيقة ضيوفنا المكرمين النهاردة. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور نصحي عبد الشهيد والدكتور جوزيف فالتس. دكتور نصحي، دكتور جوزيف، أهلا بكم. أهلا بك دكتور. إذا أنا كنت أتحدث عن علماء الباترولوجي، اسمحوا لي أن أنا أعرفكم بالدكتور نصحي عبد الشهيد، ويعني أعطيكم بعض المعلومات عن هذه الشخصية الفذة. دكتور نصحي من مواليد 1931، أتم دراسته بكلية الطب جامعة عين شمس 1956، فهو طبيب بالدراسة. حصل على دبلوم الأمراض النفسية والعصبية 1961، عمل طبيب للأمراض النفسية والعصبية حتى عام 1967. في نفس الوقت اللي كان بيدرس فيه كان حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية 1958، ده يدلكوا على ان حب الدراسات اللاهوتية في قلبه حتى اثناء دراسته للطب. من الامور الجميلة المتميزة انه انشأ مع الاب متى المسكين بيت التكريز لخدمة الكرازة في حلوان عام 1959. المركز ده انتقل الان الى مقره الحالي سنة 1974. الدكتور نصحي هو مؤسس مؤسسة القديس أنطونيوس لنشر الثقافة الآبائية، ولهم كثير من المؤلفات سنتحدث عن هذا.
في سنة 1991 تم إنتاج المركز الأرثوذكسي لدراسات الآباء في القاهرة في مقره الحالي في مدينة مصر الجديدة. دكتور نصحي، احنا سعداء جدا ان حضرتك تكون معنا هنا. اهلا وسهلا. اسمحوا لي ايضا احبائي الاعزاء ان انا اكمل تقديم ايضا علم الحقيقه. انا جات لي فرصه ان انا اقعد معه واتحدث، ورايت انسان متعمق بدرجه يعني تجعلك تندهش، بل في كل مره نتحدث اتعلم معلومه جديده لما اكون اعرفها. عشان كده انا سعيد ان احنا الناس كلها تعرف هذه المعلومات اللي ربما تكون جديده لنا كلنا. دكتور جوزيف موريس فالتس، مواليد 1951، حصل على درجه الدكتوراه في العلوم اللاهوتيه من جامعه اثينا في اليونان 1994. واشكرك على التصحيح. وحصل على دراسات عليا في تاريخ الكنيسة من جامعة ألكسندر، أعتقد حطله من حضرتك تنطقها، ألكسندر فريدريخ بألمانيا الغربية. أيوة أوكي، في ألمانيا الغربية. وأيضا طبعا هو حصل على بكالوريوس كلية اللاهوت من جامعة أثينا أيضا في 1986. الدكتور جوزيف أكشر في الحقيقة هو حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، لا من جامعة المنيا، من جامعة المنيا في 1974. هو ايضا باحث بالمركز الارثوذكسي لدراسات الاباء اللي احنا اتكلمنا عنه، استاذ علم اباء الكنيسه بالكليات اللاهوتيه في عده اماكن. هو ايضا عضو بلجنه الحوار مع الكنائس الارثوذكسيه الخلقودينيه. غير الخلقودينيه. بيمثل الخلقودينيه، هو يمثل الخلقودينيين يعني في المناقشات اللي بيننا وبين الكنائس الغير خلقودينيه. تمام. طيب الحقيقة يعني أنا سعيد جدا زي ما قلت لكم، ولنبدأ في الحديث عن يعني الفكر اللاهوتي أو فكر الآباء. دكتور نصحي، أنا أعلم أنه فكر التعليم من الأمور اللي ابتدى يرجع لها العالم كله، لكن بالتأكيد بدأنا نشوف في مصر الآن خاصة مع قداسة البابا تورودروس اهتمامه الشديد بالتعليم. وأنا عرفت أنه قداسة البابا عمل مؤتمر لمناقشة قضايا التعليم اللاهوتي للكنيسة. يا ريت حضرتك تعرفنا عن هذا المؤتمر وإيه اللي حصل فيه. المؤتمر بتاع المعاهد اللاهوتية اللي أقامه البابا تودروس في أواخر شهر يونيو 2013 تم فيه عرض جوانب متعددة من التعليم اللاهوتي وكيفية تقديم التعليم اللاهوتي في القرن 21. وهو البابا نفسه جه صلى قداس في هو 3 أيام، في اليوم المتوسط منهم صلى قداس، وبعدين ألقى كلمة عن التعليم اللاهوتي برضه وأهميته، وبعد كده عمل تكريم لشخصين وطبعا دي أول مرة تحصل في الكنيسة القبطية تكريم ناس أحياء يعني، حتى مصر عادة ما بتوصلش كتير. فكنت أنا واحد منهم، والتاني الدكتور موريس تودروس أستاذ العهد الجديد منذ زمن طويل بالكلية الإكليريكية بالقاهرة. والبابا طبعا يعني أدى اهتمام شديد بالدراسات الحديثة والدراسات الآبائية والاهتمام بتعليم الآباء، وتكلم عن هذه النقطة وطلب مني إني أقول كلمة عن هذا الموضوع، عن الآبائيات وكيف نشأ المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية. فحكيت تاريخ نشأة هذا المركز من بدايته قبل ما يبقى موجود على الأرض يعني كواقع حي، وإزاي أنه تطور لغاية لما وصل الآن للحالة اللي هو عليها، اللي هو بيقيم محاضرات في مواعيد ثابتة وبيعمل لقاءات
يعني من صغيرة ولقاء ومؤتمرات كبيرة بيدعو فيها السامعين من كل أبناء الكنيسة، وبيجوا يحضروا في مقر المركز، مركز الدراسات الآبائية في مصر الجديدة. وطبعا النشر بتاع كتابات الآباء ده يعني المهمة الأولى والرئيسية للمركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية. فالمركز طبعا بدون استرسال دلوقتي في التفاصيل قام بعدد ضخم جدا من نشر الكتب المترجمة لآباء الكنيسة في القرون الأولى، وهو ده اللي ذكره البابا تودروس في درع التكريم لما عمل التكريم في ذلك اليوم بتاع حضوره المعاهد، مؤتمر المعاهد اللاهوتية. يعني حضرتك ذكرت نقطة في منتهى الأهمية، إن دي لأول مرة يكرم عفوا يكرم إنسان أثناء حياته، زي ما يقولوا يعني ريكوجنيشن للاتشيفمنت او اللي حصل في التاريخ. واعتقد تقدير من الكنيسة، يعني تقدير من الكنيسة. واحنا عندنا فيديو هنشوفه بعد دقيقة واحدة ما يكون جاهز عن هذا التقدير اللي قدمه قداسة البابا. انما ان كان ده يدل على شيء، انما يدل على شعور الكنيسة ايضا باهمية الموضوع ده اللي هي دراسات نعم. الاباء. نعم. وربما من الدراسات يا دكتور جوزيف، من الدراسات اللي ما كانتش واخدة نقول حقها في الفترة اللي في قبل قبل كده ذلك. قبل ذلك، ولذلك شعر قداسة البابا باهمية اعطاء هذا التكريم. هو الحقيقة انه مش معقول، يعني العالم كله في جميع كليات العالم اللاهوتية في قسم أو في فرع من أقسام المواد اللاهوتية التي تدرس هو علم دراسات الآباء. فيش جامعة في العالم يعني نقدر نقول محترمة ما فيهاش هذا العلم. فهؤلاء الآباء دول آبائنا، ودول اللي احنا مستلمين الإيمان منهم، فاهتمامنا بيهم هو اهتمام بتراثنا واهتمام بتقليدنا واهتمام بآبائنا. ونشكر ربنا انه الكنيسة يعني خطت هذه الخطوة، والمؤتمر ده اتعمل تحت رعاية قداسة البابا نفسه وبحضوره وبحضور كل المهتمين من اباء الاساقفة والخدام واساتذة الكليات وفي مصر والخارج. فالحقيقة دي نقلة يعني مشجعة جدا جدا، ويعني نقلة كمان الكل كان بينتظرها، وكمان يعني بتعطي تفاؤل وتعطي أمل كبير جدا جدا، لأنه كنيسة مش معتمدة على أبائها. يعني كنيسة لازم يعني تشوف الموضوع ده تاني وترجع تاني تديله وضعه الذي يستحقه، وهو ده تراثنا، مش يعني ما حدش هيقدر يهتم بيه غيرنا. يعني بالتأكيد، ودي طبعا بركة عظيمة خاص بيها الله كنيستنا، واعطى النعمه دي والبركه دي ل يعني اباء الكنيسه والخلف من اباء الكنيسه الى الان انهم يشوفوا اهميه النقطه دي. واحنا هنرجع تاني لاهميه الاباء وعلم الاباء، بس خلونا نتفرج على الفيديو نمره واحد اللي هو تكريم قداسه البابا تودروس للدكتور نصحي. شكرا سيدنا، استأذن قداستك قبل المداخلات، احنا في فقرة تكريم لبعض الشخصيات. احنا طبعا كل الموجودين يستاهلوا يكرموا، لان جميعهم ساهموا اسهامات ضخمة في نهضة علمية كنسية، لكن يعني على سبيل الأقدمية والسن وقع اختيارنا على اثنين من الشخصيات اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في العلم الكنسي في كنيستنا القبطية، هما الدكتور موريس تودروس. تفضل. الشخصية الثانية برضو تستاهل كل إكرام، دكتور نصحي عبد الشهيد. تفضل. طبعا
في دكتور نصح عبد الشهيد في منتهى الهدوء قدم للكنيسة عدد كبير من الباحثين كان هو بيتبناهم والدارسين واللي أخذوا شهادات في الماجستير والدكتوراه من جامعات. أحب أقرأ برضو هذا التقدير. المجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقدم هذا الدرع إلى الدكتور نصحي عبد الشهيد مدير المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، تقديرا لدوره الكبير في إسراء التعليم بالكنيسة القبطية ومجهوداته العظيمة في نشر تعاليم وكتابات أباء الكنيسة الأولى وإتاحتها للشعب القبطي بمناسبة عقد سيمينار المعاهد اللاهوتية الكنسية بالأنافورة. شكرا يا دكتور نصح. أهلا بكم أحبائنا مرة تانية. طبعا الصوت ده اللي كان بيتكلم كان نيافة الأنبا رافائيل وهو بيتكلم، وشفنا قداسة البابا إزاي بيدي الدرع، ويعني إحنا يعني سعداء أن يكون معنا الأصل هو ما دي أنتوا شايفينه، ده الدرع اللي قدم للدكتور نصحي عبد الشهيد لتكريمه على العمل العظيم، وزي العبارة الجميلة اللي قالها أبونا الأنبا رافائيل بهدوء، الدكتور نصحي بهدوء بيخدم خدمات عظيمة يعني بطريقة المسيح نفسه. طيب يعني إن كان ده يدل على شيء أحبانا المشاهدين، يدل على معرفة قداسة البابا وكنيستنا بأهمية علم الآباء وأهمية دراسة الآباء. بل أننا كنت أتحدث في مقابلة قبل ما نبتدي الحلقة مع دكتور جوزيف عن كيف أن احنا نرى حتى الآن في المجتمع الغربي اتجاه الى الرجوع الى الاباء واقوالهم. احنا نعرف في تاريخ المسيحيه انه جت فتره في نشوء المسيحيه الغربيه اللي ابتداها مارتن لوثر كينج الى التركيز بالكامل على الانجيل كالمصدر الوحيد لايماننا ولمعرفتنا. والاتجاه ده كان ماشي بقوه الى فتره طويله، لكن ادركوا بعد فتره أهمية اللجوء أيضا مش بس الإنجيل، إن كان الإنجيل هو المرجع الأصلي لكن أقوال الآباء هي المفسرات اللي احنا ممكن نثق فيها ونرجع لها. فيعني دكتور نصحي نبتدي بحضرتك، ياريت تقول لنا إيه أهمية الآباء؟ من هم الآباء في البداية؟ الآباء هم المعلمون اللي شاركوا في صياغة الإيمان والعقيدة وحفظها والتعبير عنها، في القرون الأولى، القرون الستة الأولى، لغاية لما سلموا هذا الإيمان المحفوظ من أب إلى أب ابتداء من الرسل إلى المجامع المسكونية الثلاثة اللي بتؤمن بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اللي هو مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ومجمع أفسس، ودول اللي بتذكرهم الكنيسة في المجمع القداس. فالأباء هم هؤلاء المعلمين اللي حفظوا الإيمان واشتركوا في صياغته وتعليمه وتثبيته إلى أن استقر في الكنيسة في صورة قوانين الإيمان وقرارات المجامع. طيب لما أقول آباء الكنيسة وتحت الوصف اللي حضرتك ذكرته ده، ممكن أتخيل أنه في مئات من آباء الكنيسة اللي عاشوا في الفترة قبل القرن الثالث أو الرابع، هل كل من عاش وكتب نقدر نقول عليه من آباء الكنيسة؟ لا، يعني اصطلاح آباء الكنيسة بيقصد به الآباء اللي اشتركوا يعني في التعليم العقيدة وكان لهم ميزة انهم يستطيعوا ان يقدموا شهادة عن الإيمان والعقيدة عن طريق التسلسل ممن الآباء اللي سبقوهم وسبقوهم الى الرسل. ف
فالآباء هم مش مجرد ناس مفكرين يستطيعوا أن يستنتجوا عقائد من آيات الكتاب المقدس، لا، ولكن الآباء هم شهود، شهود للإيمان الرسولي. يعني لو كان الأب أو الآباء بيقولوا إحنا شايفين إن هذا التعليم صحيح لأن إحنا استنتجناه من قراءتنا للكتاب المقدس، طبعا كان حيبقى الرد على هذا الكلام إن أي إنسان من حقه إنه يقرأ الكتاب المقدس ويستنتج شيء. صحيح. ولكن الآباء ما بيقولوش إحنا استنتجنا. الآباء المعلمين دول اللي هم في القرون الأولى اللي يعني صاغوا وحددوا، فبيقولوا إحنا استلمنا هذا الإيمان أب عن أب عن أب من الرسل إلى العصر اللي إحنا فيه. فالتعليم اللي إحنا بنقدمه ده هو تعليم الرسل مسلم قبل ما يكون في كتاب مقدس حتى، بل إن شهادة هؤلاء الآباء هي اللي قننت الأسفار المقدسة بتاع الكتاب المقدس، إيه اللي يبقى قانوني وإيه اللي يبقى أبوكريفة أو غير قانوني، شهادة هؤلاء الآباء الأول. ودي حقيقة في يعني في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. نعم. دكتور جوزيف، أتذكر في قراءتي عن تدوين العهد القديم إنه لما كانوا بيكتبوا وينتقلوا مخطوطات العهد القديم كان ليهم زي ريتشوال معين كده يمضوا فيه، ولازم يختاروا الشخص بتدقيق جدا ولازم يكتبها بطريقة معينة وواحد تاني يراجعها ويختسل في البداية. هل الكنيسة في حرصها كان لها نفس الحرص في اختيار مين نعتبرهم الآباء؟ هل في كريتيريا أو قوانين معينة كان لازم يكونوا عليها؟ طبعا، يعني هو اتفق يعني واصطلح على ان في كريتيريا نقدر نسميها كريتيريا، اربع كريتيريا او اربع يعني ايتمز كده ممكن نوصف على حسابهم او على طريقتهم اذا كان ده واحد من اباء الكنيسة ولا لا. اول حاجة ارثوذكسية العقيدة، يعني إيمانه مستقيم. أرثوذكسي يعني أرثوذكسية. دي النقطة دي مهمة نقولها، إن إحنا مش مقصود إنه أرثوذكسية يعني يتم، إنما لا 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 مستقيم لا. الإيمان إيمانه كلمة قويم زي الإيمان الأصلي يعني. يعني كلمة أرثوذكسية مناسبة إن إحنا نقولها من كلمة أرثوس يعني مستقيم، ودي اللي حتى الأطباء يعني حطتها كتابة أرثوذكسية يعني تقييم أرثوذكسية. الأسنان مضبوط شغلتك أنا بعرف إن ده بيبليكال تيرم هو اكشوالي يعني هيلينيك وان يعني وذوكسا يعني عقيده او ايمان او راي او، فاذا ارثوذكسي يعني استقامه الراي او استقامه العقيده. فمش معقول مثلا اعتبر واحد مهرطق واحد من اباء الكنيسه، لان احنا بنتكلم زي ما كان الدكتور نصر بيقول هم الاباء المعلمون، هم بيعلموا الايمان، بيعلموا الايمان، واللي بيسموهم بالانجلش الدكتور اوف ذا تشيرش، والكلمة دكتور جاء منها كلمة دكترين، دكترين يعني عقيدة، فمن يعمل الدكترين هو الدكتور. الدكتور مش يعني الفيزيشن هنا، الدكتور هو من يصيغ العقيدة. فالأباء دول هم الذين صاغوا العقيدة، فمش معقول واحد يصيغ العقيدة والمجمع يقبلها والكنيسة كلها تقبلها وهو ما يكونش عقيدته سليمة. فإذا ما قدرش نسمي واحد يعني من الهرطقة او المحرفون دول نسميه ان هو ده اب من اباء الكنيسة. الحاجة التانية اللي يستتبع استقامة العقيدة برضو كلمة تانية لها جذور يونانية هي استقامة الحياة، لازم قداسة الحياة. قداسة الحياة معناها ان في ريفليكشن من استقامة العقيدة على الحياة، لازم يبقى له حياة تقوية، لانه الاباء لما كانوا بيتكلموا عن العقيدة ما كانوش بينظروا ذهنيا ولكن كانوا بيعيشوا ايمان، يعبروا عنه بهذه الصياغات. يعني على سبيل المثال قديس اثناسيوس دايما يتكلم عن حياة التقوى، وهو اللي يتكلم بيتقال عنه انه لم يكن يقبل
انه يسمع كلام عن المسيح ان ما كانش الكلام ده بيشهد ان المسيح رب واله، ان ده حياته من جوه حياه تقوى. فاذا استقامه العقيده استقامه الحياه. ثالث حاجه او ثالث واحده من الكريتيريا دول انه يكون قبول الكنيسه لتعليمه في قبول عام، في قبول عام، انه دول في كل مكان زي ما كان دكتور نصح في كل شهود للايمان ده. فاذا كلامه مقبول وكلامه في العقيده مقبول من الكنيسه. ولا يمكن انا النهارده مثلا واحد يقول لي قديس اثناسيوس بيقول كده عن مثلا علاقه الابن بالاب واقول له لا الكلام ده ما يعجبنيش، ما ينفعش، لان الكنيسه كلها بتقبل هذا الكلام فيما يخص العقيده. الحاجه الرابعه هي القدميه اللي اشار ليها الدكتور نصح من شويه، يعني يكونوا من اباء اللي عاشوا في القرون الخامسه الاولى لغايه المجمع المسكون الثالث. طب ايه السبب في الفترة الزمنية؟ مش اي قدمية، نوع معين من القدمية. السبب في كده انهم بيكونوا قريبين من الشهادة اللي كان بيتكلم عنها الدكتور نصر. عندهم وسائل الشهادة لهذا الايمان المسلم بالاستلام بالتسليم. يعني ممكن يبقى واحد في عصر متأخر تعليمه جيد جدا بس ما يقدرش يقدم شهادة ويقول انا استلمت من غاية الرسل. فدول بتسميهم الكنيسة كتاب كنسيين، يعني عشان تميزهم عن الآباء المعلمين اللي هم صاغوا العقيدة وعندهم قدرة على الشهادة لأصل هذا التعليم. يعني مثلا القديس كيرلس لما يتكلم، ورغم ده هو بابا في الإسكندرية وبابا بسموه عمود الدين بطرك 24، لكن لما يتكلم يقولك هكذا قد استلمت، هكذا قد اتعلمت من القديس اثناسيوس، رغم ان هو لو قال كلام بنفسه عشان يقول له انت بتعمل ايه، لكن ما فيش واحد من الاباء. وان هنا طبعا الاطلاق عاده مش صح، لكن احنا ممكن نتكلم في الحته دي بصيغه مطلقه، ما فيش واحد من اباء الكنيسه اللي احنا بنتكلم عنهم قال انا بقول زي ما كان الدكتور نصر ما بيقولش انا بقول، لان لو انا استلمت اهو كده، لان لو قال انا بقول بيديني انا الحق النهارده اقول انا كمان بقول. فإذا بضيف حاجة مش بالإسلام، هو يقول أنا استلمت، أنا تعلمت، هكذا علمونا، هكذا قالوا لنا، وهكذا. فحتى هنا بتحضرني من مقالات كان ترجمناها في المركز اسمها مقالات ضد الأريوسيين للقديس أثناسيوس الرسول، بيرد فيها على الأريوسيين. الأريوسيين دول اللي أنكروا رؤية الابن المتجسد اللي هم أتباع أريوس، فعشان هم أنكروا الابن المتجسد يبقى زيهم موقف اليهود. فقديس أثناسيوس سماهم اليهود الجدد وتلاميذ قيافة. فالأرجمنت بتاعته معهم بيقول لهم إيه؟ يقول لقد ثبت أن ما أقوله لكم الآن قد استلمته من آبائي. أب عن أب. أب عن أب. من الأب فلان، وده استلم من الأب فلان بالاسم والتاريخ. ويوجه لهم كلامه ويقول لهم أما أنتم أيها اليهود الجدد وتلاميذ قياف قولوا لي الكلام اللي بتقولوه دلوقتي ده استلمتوه من أي أب؟ أنتوا ما تقدرش تقولوا لأن ما عندكوش حد يسلمكم الكلام ده، لأنه ده مبتدع، ده يعني مبتدع، ده جاي جديد، لكن إحنا استلمناه بقى. عشان كده هو برضو في رسالته إلى القديس سيرابيون، من ضمن الرسائل دي برضو ترجمت في المركز، اسمها رسالة القديس أثناسيوس إلى الروح عن الروح القدس للقديس سيرابيون، في الرسالة الأولى فصل 28 بيقول إن الإيمان أعطاه الرب، كرز به الرسل، حفظه الآباء. جميل جدا. الإيمان أعطاه الرب، كرز به الرسل، حفظه الآباء. يبقى هم مستلمين من اللي قبلهم هذا الإيمان، الإيمان المسلم مرة للقديسين زي ما بيقول على القديس يهوذا في رسالته. يعني احنا بالطريقة دي لما نتكلم على حفظ الإيمان نتكلم أيضا عن حفظ الإنجيل، وربما يتطرق النقطة دي لمصداقية الإنجيل. أيوة. لأنه اللي استلموا، احنا لما نتكلم دلوقتي حضرتك بتقول لغاية القرن الرابع، احنا بنتكلم على خمسة جنريشن مثلا، مش كده؟ تقريبا خمسة أو ستة جنريشن بالكتير. وعشان كده احنا نقدر نقول ان ده كان تلميذ الرسول الفلاني، او ده كان وده ادى الاب ابنه، وابنه اخد منه، وابنه اخد منه، وده يضمن لنا
ده موجود تواريخ محددة وتاريخ استشهاد وتاريخ إقامة أسقف وكل حاجة، يوحنا وتلاميذه، يوحنا الرسول وتلاميذه، وتلاميذ تلاميذه، يعني في شخصيتين، يوحنا الرسول وتلميذه بوليكاربوس، وتلميذ بوليكاربوس القديس إيريناوس أسقف ليون اللي استشهد 202. يعني ثلاث شخصيات وصلونا ل 202، ثلاث شخصيات. نعم. منها القديس بوليكاربوس استشهد 156 وكان عمره حوالي 100 سنة، يعني عاش هو شاب مع يوحنا الرسول اللي هو مات وسنه اكتر من 120 في الزمن. ودول بقى في النقطة اللي حضرتك بتقول عليها هتلاقيهم مستشهدين بقى بنصوص انجيلية، نصوص من الانجيل. يبقى يعني بوليكاربوس وإيريناوس بيستشهدوا بالرسائل بولس والاناجيل، وده يوري لك بقى ايه، انك انت ممكن تتتبع ان الانجيل ده اوثنتيك من خلال اقوال كتابات واقوال الاباء. حتى في مقوله مشهوره كده بيقول لك لو فرض ان ضاعت كل نصوص الكتاب المقدس ككتاب نستطيع ان نجمعه من كتابات الاباء كاملا. جميل جدا. وده يعني انا النقطه دي لازم نركز عليها عشان البعض التشكيكات اللي بتحوم في العالم كله عن هل فعلا الانجيل اللي في ايدينا الان هو الانجيل الاصلي. طبعا هي كلمة انجيل، الرسالة اللي توصلت هي دي الرسالة الاصلية، والطريقة اللي حضرتكم حطيتوها بيها دلوقتي تضمن لنا ان على الاقل ما نراه لغاية القرن الرابع والخامس كمان، والخامس هي بالتأكيد موثوقة ومؤكدة جدا ان هي اللي موجودة، ودي موجودة لغاية دلوقتي قدامنا في الوثائق والحقائق، ما عندناش اي شك. هو النقطة دكتور انه الناس الكونسبت بتاع التعامل مع الانجيل ان هو نص بس كده، فانت كانك شايفه ورقة، فتعال نشوف الورقة دي كانت مكتوبة امتى وما كانتش مكتوبة امتى ولا اخره. وده كونسبت مختلف عن الكنيسة الشرقية بتتعامل بيه مع الانجيل. يا ريت حضرتك تشرح لنا النقطة دي. انه الانجيل لما بولس الرسول بيتكلم في رسائله وبيقول لهم انا ابشركم بالانجيل، هو كان معاه كتاب كده مكتوب عليه الانجيل، وقته ما كانش اتجمع الكتاب وما كانش كلمة انجمع، يعني بقى في كتيب واحد بين دفتي غلافين كده، ما كانش معاه الكلام ده. إذن الانجيل اللي بيبشر بيه هو ايه؟ هو الرسالة المفرحة، هو البشارة المفرحة، كلمة ايفانجيليوم باليوناني اف يعني حسن، وانجيلو او جيد او مفرح، وانجيلو يعني ابشر، يبقى هي كلمة ايفانجيليوم يعني البشارة المفرحة، فهو بيبشرهم بهذه البشارة المفرحة. هو التصور انه المسيح جاء لكي يسلمنا كتابا، وده تصور مش صح، ده مفهوم خاطئ للفهم المسيحي للكتاب المقدس. مش كتاب موحى بيه ربنا كلم واحد وداله وحاء، لا لا اطلاقا، يعني هو الله جاء لكي يسلمنا نفسه مش يسلمنا كتابا. وبعدين الرسل عاشوا هذا الايمان ثم كتبوه، كتبوه شهادة للمسيح طبعا، يعني المسيح لم يترك كتاب. نعم بالضبط، دي يعني النقطة دي فعلا محتاجة توضيح وفهم كويس. وعلشان كده مثلا القديس يوحنا في رسالته الأولى بيقول إيه؟ بيقول أنا هكلمكم، دي رسالة، فهو بداية بيقول إيه؟ أنا هكلمكم عن كلمة الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، يعني التجسد. أنا هكلمكم عن الذي رأينا بعيننا والذي سمعنا بأذننا والذي من جهة كلمة الحياة، الحياة أظهرت. إحنا نكتب لكم على لنا شركة معه، مشاركتنا هي مع الآب ومع ابن يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي تكون لكم شركة معنا. إذن الشركة والحياة سبقت الكتابة. يبقى لو بتعبير كده وسمح لنا التعبير وتفهم صح، أن الكتاب المقدس هو منتج من داخل حياة الكنيسة. وده تعبير جديد عن مفهوم كثير مننا، لان احنا بنعتبر ان الكتاب المقدس هو اساس الكنيسة، فهو اساس الكنيسة المقدس مولود من الكنيسة، مولود من الكنيسة. وعلشان كده في كنيستنا احنا لغاية النهاردة الكتاب المقدس له دور في عبادة الكنيسة، لانه هو جزء من العبادة في الكنيسة. فعندما القراءات، ما فيش كنيسة بتقرأ
بالطريقه دي من الكتاب المقدس يعني، ها، وتفسر الكلام ده كله. لكن احنا شوف اوشيه الانجيل بيحصل فيها ايه، شوف القراءه في القراءات دي بتحصل فيها ايه، وكاننا احنا نحقق اللي موجود في الانجيل ده اهو محقق اهو، واللي محقق هنا اهو هو اللي موجود في الانجيل. فهذا الارتباط بين الانجيل وبين حياه الكنيسه. عشان كده جت الكنيسه زي ما قالت الدكتور نصح من شويه، جت الكنيسه قالت الكتاب ده بتاعي، انجيل يوحنا، انما انجيل بطرس ده مش بتاعي. مين اللي ادى الكنيسه اوثوريتي انها تقول على كتاب مكتوب عليه اسم بطرس الرسول ان ده كتاب ما ينفعش معايا؟ انت حضرتك بتحدث على انجيل بطرس اللي الكنيسه قالت له لا، ما اعتبرتوش انه قانوني، وانجيل العبرانيين وانجيل الطفوله والمصريين والمصريين كتير 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 في 20 انجيل ابوكريفا غير الاربع اناجيل ليه؟ كانوا موجودين في القرن الثاني يعني، والكنيسه ما تبنتهمش ليه؟ لانهم لا رفضت كلهم وقالت الاربعه دول هم اللي احنا استلمناهم. ليه؟ لانهم بيعبروا عن ما اعيشه. لدرجه انه في حاجه تانية برضو، واحد اسمه ترتليان قال لك ايه بقى، ما فيش داعي نزعج الناس باربع اناجيل. طب وليه نعمل كده؟ فاحنا عايزين نعمل انجيل واحد ياخد من الروافد الاربعه. فراح عمل كده وسماه اسمه ذيا تيسرون، يعني كلمه ذيا يعني من خلال، تيسرون بالاربعه يعني من خلال الاربعه. راح عامل من كورن كده وراح واخد كل القصص زي اتفاق البشيرين بس بطريقه دمج الاربعه في كتاب واحد. جت الكنيسه قالت له لا، برضو الكلام ده ما ينفعش، احنا عايزين الاربع نجيل دول لانه كل واحد فيهم يقدم شهادة نظرة معينة من وجهة النظرة دي. هي بقى يعني لو سمحتنا في الكلام بقى انه نقول عليها، هي النظرة دي هي عمل الروح القدس في وحي، بالوحي في لهذا الانسان ليوحنا، القديس يوحنا، القديس لوقا، القديس متى، والقديس مرقس، انه نشوفه من different aspects. العمل الخلاص الذي جاء المسيح لكي يتممه هو ده الوحي بقى، هو ده عمل الروح القدس، هو عمل الروح القدس. واحنا نعرف كمان انه كل واحد منهم كان بيوجه رسالة مثلا متى لليهود، لوقا للجنتايلز، ولكن في داخل الرسالة دي، لكن الكونسبت نفسه هنا النهايه كونكلوجن هي طبعا الاساس موجود عند الكل، حتى لو كان ده الشعب اخر وده شعب تاني، لكن بيكلمهم من هو الروح القدس نور ذهنه يشوف المسيح ده جاي يعمل ايه، ويعبر عن الرساله دي بالطريقه دي. يعني احنا نقدر نقول عشان الكلام ده كله نلم بعض، ونقول انه مبدا الكنيسه تاسس بالسيد المسيح نفسه في لما قال لبطرس انت على الصخره، على الصخره ابني كنيستي تأسس. والكنيسه دي مبادئها عاشت في حياتها على الاقل لغايه سنه 60 او 50 ل60 ميلاديه، يعني 30 سنه بعد صعود السيد المسيح، تحيا الكنيسه ككنيسه بدون وجود اناجيل مكتوبه مكتوب. واصبحت بعد كده الكنيسه هي اللي احست في وقت من الاوقات باحتياجها لوجود نصوص مكتوبه، لانه الاباء الرسل اللي هم المرجع الاصلي ابتدوا يكبروا في السن او يستشهدوا او يضطهدوا، فحست باهميه وجود الانجيل. وعشان كده الفكره اللي حضرتكم بتقدموها ان الانجيل ده هو الباي برودكت او نتاج فكر الكنسي هو اللي قدمها. فالكنيسه كانت موجوده وبعدين الكنيسه قدمت الانجيل، وضمنت الكنيسه انه الانجيل ده يتسلم من شخص الى شخص الى شخص ابتداء من الرسل لغايه القرن الرابع والخامس. وعلى هذا الاساس قننت الكنيسه الاباء اللي تسلموا الانجيل، وعشان كده اعتبرتهم هذا القديس ايريناوس اللي كان بيتكلم عنه الدكتور نصحي بيشبه تشبيه جميل قوي في طريقه الناس بتتعامل مع الكتاب المقدس ازاي. يقول ايه ساي ان في واحد جاب رسم صوره لملك بالفسيفساء اللي هي الاحجار الصغيره دي كده، وجيب كل عشان صورة ملك بقى، فجاب حجارة كريمة غالية جدا جدا وراح رسم بيها صورة ملك. ولكن جي واحد، لان هي مرصوصة جنب بعض،
راح قلبها كده فالحجارة اتلخبطت. فراح جاي واحد تاني خد الحجارة دي رغم ان كل حجر فيها حجر اوثنتيك اصيل وغالي وقيم وكان مرسومة به صورة الملك، وراح رسم بيها هو على حد تعبيره صورة كلب بالحجارة نفسها، وادعى ان هذه صورة الملك لانها مرسومة بنفس الحجارة. هل ينفع؟ لا تأكيد لا، لان في استراكشر معين للنص بتاع الكتاب المقدس يفسر من خلال الكنيسة. ما يجيش واحد ياخد آية يسحبها برا النص ويعتمد يقول لك جات في الكتاب المقدس ولا ما جاتش؟ تقول له جات، يقول لك ترى هي معناها كده. لا، ده انت حطها بقى في البازل بتاعك ده كده في صورة الملك دي تديك معنى صح، طلعها حطها في مكان تاني هتديك معنى تاني. جميل جدا، يعني الحقيقة أنا مستمتع بالحديث الجميل ده. بس معنا مكالمة تلفونية. مدام ميري أهلا بيكي. دكتور محفوظ ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك واهلا بالدكتور نصحي والدكتور جوزيف، يعني الاثنين الدكاتره العظام اللي اثروا الكنيسه بالترجمات بتاعتهم وبالحاجات الجميله جدا، التراث الادائي الرائع اللي وصل لنا فعلا عن طريق تعبهم ومجهودهم وسعيهم الدائم، يعني ان هم يوصلوا لنا كل حاجه بالاصل بتاعها باللغه اللي جايه منها الاصليه. يعني انا برحب بيهم جدا الحقيقه وبحييكم جدا على البرنامج الرائع الجميل ده. شكرك. انا الحقيقه نفسي ان هم وهم مع حضرتك يا دكتور يعلقوا لنا على كام نقطه كده هقولهم، او ينبهونا ليهم او ينبهوا لخطورتها، وهم كالاتي. يعني اول حاجه اللي هي خطوره الجمل المقتطعه من اقوال الاباء. الجمل يعني الايه يا ميري؟ الجمل المقتطعة أقوال الآباء. يعني زي بالضبط ما بيحصل في الكتاب المقدس، إن ناس زي ما كان قداسة بابا شنودر بين نفسه كان دايما يعلمنا بحاجة اسمها خطورة الآية الواحدة، أو خطورة اقتطاع جزء من الكتاب المقدس. في البعض الآن دلوقتي بيحاولوا إن هم برضو يقتطعوا أجزاء من كلمات للآباء، الآباء المعلمين في الكنيسة، ويحاولوا يوصلوا بيها مفهوم معين هم عايزين يوصلوه. يعني محتاجة ان هم يكلمونا في الحتة دي، خطورة الجمل المقتطعة دي. حاجة تانية، خطورة استخدام رأي ابائي في موضوع معين ويكون احنا عارفين ان هذا الاب او هذا المعلم اللي في الكنيسة هو بيركز في تعليمه على نقطة معينة. يعني بمعنى اوضح، زي مثلا ما مشهور ان القديس أوغسطينوس بيركز في تعليمه على عمل النعمة مثلا، ففي ناس ما تستشهدش غير بالأقوال دي على أساس إن هي دي هي وخلاص. فخطورة برضو إن التركيز على أب واحد في موضوع واحد. حاجة كمان، زي ما برضو أحيانا في بعض الترجمات اللي بتترجم غير دقيقة للكتاب المقدس بحيث توصل كلمة بمفهوم آخر غير اللي مقصودة به. أحيانا أنا عايزة أعرف إزاي نقدر برضو إن إحنا نعرف او المصدر اللي احنا نقدر نعتمد عليه في الترجمات الابائيه الصح، بحيث ان ما فيش حد يحصل له لخبطه او يلاقي اي ترجمه ويظن بصحتها او يظن بحسن نيه ان بالضروره المترجم ليها ان هو مترجم ارثوذكسي سليم او هو بيتبع التعليم السليم. حاجه كمان معلش، ان هم نفسي ان هم برضو ينبهونا في الحقيقه مواقع كتير جدا، سايتات على الانترنت وفي صفحات على الفيسبوك كتير قوي ابتدت تنتشر، بيكتبوا على نفسهم على البيج بتاعتهم ان هم الفكر الارثوذكسي او الفكر الابائي الارثوذكسي او التفسير الارثوذكسي او التعليم الارثوذكسي وهكذا، وهم مش ناس مش معروف مصدرها او مش معروف هم مين. خطورة الحكاية دي. آخر حاجة معلش أقولها، في برضو بعض الناس حاليا بيعلموا إن هم بيقدموا الفكر الأبائي المستنير، وهم بيعلموا أو بيفسروا زي ما في بعض الناس بتحاول تفسر الكتاب المقدس بمفهومها الشخصي أو انطباعها الشخصي، في البعض دلوقتي بيحاولوا ياخدوا الفكر الأبائي ويقولوا إن إحنا بنقدم الفكر الأبائي المستنير ويفسروا برضو أقوال الآباء أو يقولوها بطريقتهم الخاصة اللي توحي بتعليم معين غير التعليم اللي هو يكون مقصود بيه.
اتمنى ما اكونش طويت عليكم او يكون النقط دي حد لحق ان هو بس يكتبها ورايا بحيث لو كتبناها يا ميري واحنا يعني غالبا هنقضي بقيه الحلقه نرد لك على الاسئله بتاعتك. بس اشكرك على مداخلتك الجميله بجد، يعني اشكركم جدا 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 على يعني اللقاء الرائع ده، ويعني برحب بيكم كلكم مره ثانيه، ربنا يعوضكم تعبكم. شكرا ليك يا ميري، شكرا خالص. انا اعتقد دكتور يعني انه جزء من الحاجات دي فعلا من النقط اللي احنا عاوزين نتكلم عليها، لكن اعتقد انه دي حاجات في منتهى الاهمية. يعني ميري اثارت نقطة الضجة دي كلها اللي معمولة على الانجيل وتحريف الانجيل والحاجات، طب ما احنا قلنا دلوقتي المصادر هي اقوال الاباء، طب ما ممكن يحصل نفس الشيء ويقول لك الاقوال دي محرفة، او ممكن واحد يفسرها بطريقة معينة، او ممكن واحد يشوف الترجمة بتاعتها بطريقة مختلفة. ازاي نضمن ان احنا النص ناخذ التعليم الاصلي اللي هو فعلا مسلم بدون تحريف؟ لو سمحت لي ان انا ارد، يعني سمحت لي الدكتور نصحي كمان. يعني اولا انا برضو بحي يعني مدام ميري، وانا عارف عطائها يعني في المجال البرامج اللي هي بتقدمها والجهد اللي هي بتبذله عشان تقدم حاجة فعلا موثقة، وانا بحييها على المجهود اللي هي بتعمله ده كمان. وصدقيني يا ميري انا امبارح بس شفت قول جميل جدا جدا لقديس يوحنا ذهبي الفم عن ان هو بينتقد لبس الاسود لما واحد ينتقل، كاتب واحد من اب راهب من الدير في مصر على الفيسبوك، واخد بالك؟ فمش كاتب له مرجع، فانا جيت في الكومنت كده قلت له جميل يا ابونا بس من فضلك اذكر المرجع. فرد عليا قال لي انا اسف يا دكتور بس انا لقيته منتشر على المواقع، بس انا كنت عايز اديله رساله انه ما يكتبش حاجه غير لما يرجع للمصدر بتاعها وما ينقلهاش، يعني خلاص هو شافها على الموقع عجبته يا اما يروح يدور عليها يا اما ما يكتبهاش والموقع بالطريقه دي. الحاجة التانية اللي تعتبر رد ميري لكل النقط الرائعة اللي انت ذكرتيها هي نقطة موجودة في ذكرها الدكتور نصحي في مقدمة اسمها عاملها هو مقدمة لعلم اباء الكنيسة او مدخل لعلم اباء الكنيسة، يقول انه فايدة علم دراسة اباء الكنيسة ان التعمق في دراسة اباء الكنيسة يعطي للانسان ان يميز بين ما هو أصيل وبين ما هو ضحل وغير أصيل. في ناس لو الإنسان بيبقى متعمق، حضرتك دكتور في تخصصك، ولما يجي لك مريض على طول أول حضرتك مثلا طبيب أسنان، فلما بتفتح بقى على طول تبص بصة واحدة كده تقريبا بتشخص المرض اللي عنده ده. ده نتيجة للخبرة، ده نتيجة للدراسة. مش معقولة واحد خريج جديد كده هيتساوى مع حضرتك اديك 30 سنة طبيب او درس الكلام ده بهواية مش متعمق فيه. فالنقطة دي انا فعلا خطورة الجمل المتقطعة من اقوال الاباء تساوي خطورة استخدام الآية الواحدة اللي كان بيحذرنا منها بابا شنو ده ربنا ناح نفسه، نفس الخطورة. والواحد بيحاول انه بس يا ميري يعني خلينا يعني انا مش ببرر هذا الكلام ومش بأيده، ولكن احنا في مرحلة انتقالية، ما زلنا مرحلة انتقالية من انه الناس ابتدت تكتشف اقوال الاباء دي وتعرفها، ولكن لسه دي مرحلة انتقالية لسه يعني بيتخطوا، مش هنبرر اللي بيعملوه ولكن احنا بنحاول نشوف ليه هما بيعملوا كده. لكن التعمق في الحاجات دي هيفرز بعد كده جيل تاني مش هتلاقيه بيعمل الكلام ده، زي ما بالظبط كده النهاردة في ناس ابتدت تدرس الكتاب المقدس تماما، ولما يجي واحد يستخدم لها آية واحدة من الكتاب المقدس تقول له لا 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 تعالى ما ينفعش، أصل الكلام ده ما ينفع، زي الكلام اللي كنت بقوله من شوية على القديس إيرينيوس. طبعا خطورة استخدام رأي آباء في موضوع معين مثل موضوع النعمة نفس الكلام نفس الكلام، بس اصله ليه بنعمل كده؟ لانه لما انت تقول لي كده
وانا مش عارف غير الحته دي، مش عارف ارد عليك. لكن لما انا اكون متعمق فيه برضه في مجالي اقول لك انت بيقول كده، تم خطوره الكلام ده كذا 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 كذا. و فلما ينتشر هذا الفكر الابائي الاصيل هتلاقي ان زي ما بيقول المثل البلدي انه البضاعه الجيده تطرد، ولا العمله الجيده تطرد العمله الرديئه من السوق. فدي عمله رديئه، مش هقول ان احنا هنصبر عليها ونقبلها، لكن هقول انه هتتلاشى شوية شوية. الحل ان احنا نتعمق في دراسة الأبقى ونتعمق ونقننه، واعتقد ده الدور العظيم اللي بيعمله قداسة البابا، قداسة البابا ومركز الدراسات طبعا. وانه يعني النهاردة ما تتصورش حضرتك زي ما بتقول ميري انه في مواقع كتير على الفيسبوك، بس بنيجي في الانبوكس يا ميري ولما بنشوف حاجات زي كده مش لازم نعالجها علنا، بنيجي للبوكس ده تعالى حبيبي الرأي اللي انت بتقوله كذا كذا كذا، لان ساعات دول شباب لما احنا نقول لهم ان الرأي ده هو شاف ان هو رأي قال يعني قراره كتاب، فيعني ازاي تشتغل شوية. فانت لما تقولي له على الوول بتاعه ولا على التايم لاين بتاعه ولا الكلام ده انه الكلام ده مش مظبوط، لا مظبوط، مش ففي طريقة هادية زي ما قداس نيافة الأنبا وصف الدكتور ناصر كده في هدوء، فإحنا في هدوء بنحاول نظبط الشباب دول إنه يرجعوا للفكر الأبائي المستنير. أتمنى بقى إن المواقع الإنترنت اللي على الفيسبوك أو إلى آخره زي ما في مواقع متبنيها الكنيسة وتقدم هذا الفكر، يكون في موقع رسمي. وإحنا عاملين موقع في المركز دراسات الاباء، احنا ممكن يعني هنحط العنوان العنوان والكلام ده كله ونعمل فيه هذا الكلام. لكن ده خضم هيهدى وهيتقنن وهيمشي في الطريق المظبوط بنعمة ربنا. ان كان الكلام ده واسئلة ميري تقودنا لشيء، فهو اهمية وجود مركز زي مركز الدراسات الدكتور نصحي وحضرتك بتشتركوا فيه علشان يبقى فيه مرجع. فلما يختلف الناس على الفيسبوك ممكن تقول له ارجع للحته الفلانيه، ودلوقتي عندك المرجع الاساسي. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني ومش عايز اعمل دعايه، في قسم في كليات الالسن او كليات الاداب، قسم يوناني ولاتيني في جامعه الازهر وفي جامعه القاهره وفي جامعه عين شمس. جامعه الازهر وفي جامعه الازهر قسم يوناني ولاتيني. فالقسم اليوناني اللي فيه عاده بيدرسوا حقبة الآباء دول، فاحنا بيجي لنا في مركز دراسات الآباء طلبة من جامعة الأزهر. طلبة من جامعة الأزهر، يا سلام، بس معلومة جديدة. بنقدم لهم كل معونة، بس أولا بنخليهم يجيبوا لنا جواب من الدكتور بتاعه، وده بتحصل في أي مركز بحث بالتأكيد، إنك أنت جاي عشان تبحث في الموضوع الفلاني، تجيب لنا الجواب دوا وتعمل رسالة ماجستير أو الدكتوراه، تجيب لنا الجواب ده وبنكتب اسمك وبنكتب اسم الدكتور وانت جاي وبتمضي والاخره، علشان امور تانية مفيش داعي لذكرها ان احنا بنعمل حاجات يعني. ايوه يكون السلام. طب احنا هنتكلم بعد شوية عن هذا المركز ودوره، بس اسمحوا لنا ناخد مكالمة تاني. دكتور نبيل سليمان، اهلا دكتور نبيل. مساء الخير دكتور محفوظ ودكتور نصحي ودكتور جديد، اهلا بيك. بشكركم على برنامج دسم وغير عادي في الحقيقة، يعني لأن عندنا اثنين متخصصين وقضوا سنوات طويلة قوي في التخصص بتاعهم. وأنا سؤالي طبعا اللي بيعمله دكتور نصحي وبيعمله دكتور جوزيف والخريجين التانيين اللي بيروحوا اليونان ويتخرجوا وبياخدوا دكتوراه في اللغة اليونانية، عمل مش عايزين نقول جبار، لأن نعمة ربنا برضو بتشتغل مع الناس ديت وهي اللي بتبروفايد لكل الناس، عمل ما بيقدرش حد تاني يعمله، وما فيش مجموعة تانية احنا نعرفها غير مركز دراسات الأباء اللي في القاهرة. وأنا سؤالي سؤال بسيط، احنا بتوع المهجر اللي مش قادرين نبحث وناخد 4-5 سنين ناخد دكتوراه، ممكن نساعد ماديا ازاي لعمل مكلف وطويل وشاق حاجة زي كده؟ أشكرك يا دكتور نبيل. يعني الحقيقة حضرتك سؤالك فعلا في محله، لأنه هنا الناس
ليها اشتياق، في ناس كثيرة ليها اشتياق انها تعرف اكتر واكتر عن الابائيات وعن اقوال الاباء. واحنا زي ما كنا بنتكلم في البداية انه في اتجاه حتى في المجتمع الغربي الديني الى الرجوع لمراجع زي دي. وانا كنت وريت لحضرتك النهاردة يعني مرجع مكتوب باللغة الانجليزية من كبار المفكرين الامريكان، وابتدوا يكوت او يكتبوا من اقوال الاباء، وده فكر غريب انا اول مرة اشوفه في الدراسات هنا، لكن ده يدل فعلا على ان الناس كلها، ان العمل اللي بيتعمل في مركز الدراسات ده له اهمية مش بس على المستوى المحلي انما على المستوى العالمي. ياريت ناخد الفرصة دي دلوقتي نتكلم شوية على هذا ال طيب على ما يبدو انه في طيب مكالمة تاني. دكتور نبيل احنا هنتكلم بعد شوية عن هذا المركز، وهنحط العنوان بتاعه والتليفون، وازاي اذا كان الانسان يحط في قلبه زي ما حضرتك بتتكلم كده ان هو يساعد هذا المركز ويساعد العمل العظيم ده، ازاي يقوم بهذا التبرع. هناخد المكالمة دي ونرجع نتكلم في الموضوع ده. معنا الاخ جرجس، اهلا بيك. مساء الخير، انا ارحب بالدكتور نصحي ومبسوط جدا ان اشوفه لانه وحشنا كتير، وانا سعدت جدا واشكر البابا تادوس لانه اخيرا يعني كرم الدكتور نصحي في تكريم هو كان يستحقه من زمان. انت وحشنا كتير يا دكتور نصحي، ربنا يديك الصحة، ونحب نشوفك، هنشوفك قريب عندنا في فيرجينيا جنب واشنطن دي سي قريب بإذن الله. أنا كان عندي يعني تأمل بسيط كده أو سؤال. أنتوا عارفين إن أقوال الآباء دي اتقالت في عصور آلاف السنين أو 2000 سنة أو أقل شوية، في عصور وثقافات وظروف مختلفة عن الظروف اللي احنا فيها. فده انتقاد بتعمل كتير وبيصار كتير في الديانات الأخرى، السلفيين حتى اليهود في التلمود بينتقدوا آراء بتاعت السلفيين والتلمود لأنها اتعملت في عهود وثقافات مختلفة عن الثقافة اللي احنا فيها دلوقتي. فهل يا ترى في بعض أقوال من الآباء ممكن ينطبق عليها هذا الحاجة؟ هل في الاختلاف في العصر والزمان والثقافة والحضارة هل أثرت على بعض هذه الآراء؟ يعني ساعات برضو آراء من بعض العلماء أوريجانوس أو القديس أغسطينوس ساعات بينتقدوها على هذا الأساس. فهل دي ملاحظة بتلاحظوها في بعض الأقوال، ولا كل أقوال الآباء محفوظة من الغلط ومعصومة من الحاجة؟ السؤال ممتاز يا أخ جرجس الحقيقة، وكان من الأسئلة اللي كنا بنتحدث عنها والفكرة دي. معرفش دكتور نصحي حضرتك تحب تتكلم. هو الأخ جرجس بيقول أنه الأقوال دي كتبت في العصور الأولى من آلاف السنين، هل ممكن يعني تنطبق الآن، أو هل في احتمال أن بعض الأقوال دي ما تنفعش؟ وذكر اسم العلامة أوريجانس. هو الحقيقة في أساس، أساس الإيمان والتعليم ما مفهوش جديد وقديم، يعني لا يتغير. يعني الإيمان بالمسيح ابن الله الإله المتجسد ده لا يتغير من القرن الأول للقرن 21، ده الأساس. لكن إيه اللي ممكن يتغير بتغير العصور؟ طريقة تقديم هذا الإيمان بالمسيح أو التعليم عن المسيح أو التعليم عن فداء المسيح وخلاص المسيح، التعبير عنه يبقى بالأسلوب وبالطريقة اللي بيفهموها أهل العصر. يعني نكلمهم بلغتهم بس تبقى الفكرة هي موجودة عندنا في أعماقنا وثابتة لا تتغير، ولكن لازم المبشر أو المتكلم يكون واعي هؤلاء الجماعات أو الشعوب
بيفكروا ازاي وبيتكلموا انه لغة ويقدر يتكلم لغتهم ويعبر لهم بالطريقة بتاعتهم. هو ده الجديد يعني طريقة التعبير. المبدأ لا. هو سليم لكن طريقة التعتيم اللي بتختلف. طبعا انا كمان يا باشمهندس جرجس انا ده انا هروح ابعد منك في الكلام. ما الكلام اللي بتقوله حضرتك انا ممكن اوجهه للاباء نفسهم بقى. ازاي؟ يعني دول اباء بتاع القرن الثالث والرابع. نعم. ممكن واحد ممكن يقول لهم انتوا وانتوا بتصيغوا العقيدة انتوا غيرتوا الحاجة اللي كانت قبلكم لان قلتوا تعبيرات ما كانتش موجودة. اي. زي كلمة هومونوجينيس هوموسيوس اللي هي قالها المجمع الاولاني علاقة الابن بالاب. هذه العبارة لم ترد في الكتاب المقدس بنفس الطريقة كلمة أموس يعني. اللفظة نفسها اللفظة لم ترد. فيجي واحد يقول لهم انتم بقى بدلتوا انتم قلتوا حاجة جديدة. هل ده صح؟ فهل كان عطاء الاباء هو تغيير للعقيدة ولا ايضاح ليها؟ ايضاح ليها زي ما يقول الدكتور مصر. هما عملوا ايه؟ اعتمدوا على انه استلموا الايمان ده عبروا عنه بطريقة نتيجة وقتها نتيجة الهرطقة والاخره باسلوب المهاجمات اللي كانوا بيهجموها الهرطقة على الايمان عن طريق الفلسفة والاخره. طب نستخدم لغة مصطلحات فلسفية نستخدم لغة انتوا تفهموها كمان ونقدر نقنعكم بيها. النهاردة ممكن ان انا ما غيرش طبعا ما فيش اي تغيير في الايمان لكن في تغيير في مش تغيير في استخدام لغة واضحة لغة تناسب العصر لغة حتى لو تشبيه مثلا يعني زي انه القديس أثناسيوس شبه ولادة الابن من الاب زي ولادة نور من نور. انا لو قدرت ان انا اشوف تشبيه النهاردة equivalent بالتشبيه ده why not الحقيقة ما تغيرتش لكن طريقة التعبير عنها هو اللي ممكن اختلف حسب العصر. النقطة الثانية هي انه هل الاباء ممكن يبقوا معاصرين؟ بمعنى ايه معاصرين؟ بمعنى انت عايز تقول لي تفهم واحد شاب النهاردة عايش في عصر الانترنت والاخر وتقول له قديس أثناسيوس كان مش عارف ايه لو لقيت قول من اقوال قديس أثناسيوس اكتبه على ما لقيتش ورق اكتبه على القماش بتاع الجلابية بتاعتك. هو ما بيكتبش النهاردة على اصلا على ورق هو بيكتب فانت بتكلمني ازاي؟ اقول لحضرتك هو اول مشاكل عصرية بتاعتنا يعني واحد يروح لإكستريم تاني خالص مثلا يقول لك هل الاباء كان عندهم امراض اللي احنا عايزين فيها دي بتاعت الايدز وبتاع مخدرات وبتاعت ازاي يتعاملوا معها؟ ازاي يتعاملوا معها؟ صحيح. اقول لك انه هل الانسان تغير؟ الاباء تعاملوا مع الانسان. في مقولة تقول لا يمكن ان تتكلم عن الله وهي دي الثيولوجي الكلام عن الله هو الثيولوجي بدون ان تتكلم عن الانسان. ولا يمكن ان تتكلم عن الانسان بدون ان تتكلم عن الله. فهناك علاقة كده بين الله والانسان وبين الانسان والانسان. هو ده كان السبجكت بتاع الاباء وهم بيتعاملوا. هل السبجكت ده اتغير؟ لا ما اتغيرش. ادوك الاباء ادوك مفاتيح تعامل مع هذا الانسان. المفاتيح في التعامل مع الله اللي هو الثيولوجي والمفاتيح للتعامل مع الانسان. الانسان بتاع القرن العشرين زي الانسان بتاع القرن الرابع. فممكن ان انا اخد هذه الاقوال واعمل لها الابليكيشن الجديد النهاردة بدون ان تتغير. لان بتتكلم عن نفس الشخص او نفس الحالة اللي بيتكلم عنها. يعني النهاردة في مقال رائع جدا جدا بيدرس عن القديس يوحنا ذهبي الفم وطريقة تربية الاطفال. النهاردة الى الان يدرس له رسائل في تربية الاطفال. النهاردة زالت تثبت حتى في هذا طبعا اليوم. في 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 ده رد على السؤال فعلا اللي بيقول دي حاجات الكتب من زمان ده تطبيق عملي. ده في مقال كتبه القديس باسيليوس للشباب عن العمل وقيمة العمل. تخيل في القرن الرابع ولا الخامس الميلادي. إذا دكتور قلنا انه الانجيل اللي اتكتب من الاف السنين
ما زال يطبق لكل زمان ومكان، فنستطيع نقول ان اقوال الاباء اللي هي تفسير للانجيل وعمل الانجيل تطبق في اي وقت، لكن زي ما حضرتك قلت والدكتور نصحي قال طريقه التطبيق هي اللي تختلف، وربما طريقه تقديمها والنقطه اللي يعني اللي اشار ليها الدكتور نصحي نقدر نحطها في الاباء واشار ليها الباشمهندس كيرجس، انه اقوال الاباء معصومه في حاله واحده لما تمس العقيده. معصومه يعني ايه؟ ما اقدرش اشكك فيها طالما ليه؟ لان كده دي قبلت من المجامع المقدسه اللي انا بؤمن بيها، ودي طلعت في صياغات قبلت. فلما يقول لي انه ثالوث واحد وثلاث اقانيم وجوهر واحد فاش كلام، دي موجوده في المجامع، دي موجوده في المجامع، دي انا بؤمن بكده، ده انا بؤمن، ده قانون الايمان بيقول كده، قانون الايمان اللي بنصلي بيه اللي هو بيظبط كل ايماننا، دي ما فيهاش كلام، ما يقدرش، ما فيهاش نشكك فيه، ما فيهاش نيجوشيشنز. اللي فيها نيجوشيشنز ايه بقى؟ انه بعض تاملات من الاباء في تفسير بعض الايات اللي ملهاش دعوه بالعقيده. يعني على سبيل المثال واحد يتامل في النسوه اللي راحوا عند القبر ثلاثة ولا خمسة، واحد يقول ثلاثة واحد يقول خمسة، الثلاثة يقول لك دول زي الثالوث والخمسة يقول لك زي الحواس الخمسة، دي تمشي ودي تمشي، المهم يختلفوا في حاجات ما فيهاش حاجة، لكن كلمة قبول الكنيسة لأقوالهم فيما يختص العقيدة. جميل جدا، واحنا ربما يعني نقدر نقول ان السيد المسيح نفسه أسس مبدأ انه في لما يمضي افضل لكم ان امضي عشان ارسل الروح القدس، ده هيذكركم بكل ما قلت ويعلمكم ويرشدكم. فمبدا انه السيد المسيح قال انه هيجي الروح القدس عشان يساعد الرسل والاباء ويرشدهم، ونضمن بكده انه الامور دي سليمه. جميل اول نقطه ده دكتور، لانه تذكرتني باللي قالوا الاباء في المجمع في المجامع، كانوا يقولوا ايه؟ لقد قال الروح القدس ونحن، زي سفر الاعمال بالظبط، أو قديس غريغوريوس يقول إيه؟ ليساعدني الروح القدس لأتكلم عن الروح القدس. يا سلام. أخبار حضرتك، يعني هم كان عندهم قناعة شديدة إنه ما يعمل فيما يخص العقيدة، لأنه عبارة عن شهادة زي ما كان بيقول الدكتور نصحي عن ما استلموه، إنه ده مرشد أو مرشدين بالروح القدس. وإنه ده الأساس بتاع الإيمان كله. اللي استلموه ده هو الأساس. جميل خالص. طيب نحب ناخد مكالمات عشان الحقيقه الاسئله بتصير نقط جميله. الاستاذ ايهاب اهلا بيك. مساء الخير دكتور محفوظ، معك ايهاب من ميسوتا، ومساء الخير دكتور جوزيف، ومساء الخير دكتور نصحي. مساء الخير يا ايهاب. خير دكتور جوزيف، وحشنا انت والدكتور نصحي كتير. يمكن انا كنت من ضمن المحظوظين اللي تكلمت على ايد الدكتور جوزيف والدكتور نصحي ما يقرب من تقريبا 15 سنه، وبصراحه يعني خدت منهم كتير وعلمونا كتير، ربنا عوضهم خير. وان كنا يعني اتحرمنا، انا اسف يعني، لكن ده واقع، اتحرمنا من ساعه ما جينا المهجر، لكن العنايه الالهيه دبرت ان هم يكونوا ورانا. وانا بشكر الدكتور جوزيف على قبوله للدعوه عندنا المينيسوتا، واتمنى من كل الاباء الكهنه انهم ينشروا علم الابائيات في كل كنيسة وفي كل ولاية، وخاصة الجيل الثاني والثالث. أتمنى من كل كنيسة إنها تدعي الدكتور جوزيف والدكتور نصحي، لأن ده يعني حاجة الكنيسة لا تستغنى عنها إطلاقا، علم الأبائيات. دي حاجة. الحاجة الثانية معلش كم نقطة كده سريعة، يمكن كان الدكتور جوزيف قال ان يعني في وسط شرحه او في وسط معرض الكلام، قال ان الكنيسة هي الكتاب المقدس هو منتج من منتجات الكنيسة، وبالتالي طبعا لان المفروض ان كل انسان هو انجيل معاش، وبالتالي نقدر نقول برضو زي ما علمونا الاباء على لسان الدكتور نصحي والدكتور جوزيف ان الكنيسة هي صنيعة الروح القدس. مش بس كده يعني، عاوز اقول كمان انا اتمنى من قناة لوبس انها تذاع لنا كل يوم محاضرة من الدرر. انا عاوز اقول لك يا استاذ ايهاب،
عاوز اقول لحضرتك ان احنا بالاضافة للقاء الجميل ده احنا حاليا بنسجل تسجيلات ومحاضرات جميلة خالص وحلقات للدكتور جوزيف والدكتور نصحي، وان شاء الله هنعرضها بالترتيب وهنحقق الرغبة الجميلة والشق الجميل اللي في قلبك وفي قلب كثيرين للعلم الغزير والفهم الجميل الحقيقة اللي في احتياج شديد على المستوى مش بس المهجر ومصر، انما انا بعتقد على مستوى العالم لابد ان احنا نوصل لمرحلة ترجمة الامور دي واعطائها للعالم كله، لانه كله في اشتياق لهذا الامر. انا عايز مش بس كده دكتور محفوظ، انا يعني عاوز اقول كمان يا ريت كمان المكتبات عندنا في المهجر تبقى مليئة بكتب عن الأبائيات، القديس أثناسيوس والقديس ديسكوروس والقديس كريلوس والقديسين اللي هم سابوا لنا درر دي احنا يعني فعلا ما نستغناش عنها في كنيستنا. شكرا يا أستاذ إيهاب. احنا بالنسبة للأجيال اللي طلع الثاني والأجيال الجيل الثاني والثالث، لأنهم بصراحة مظلومين من ناحية هذا الموضوع. دي حاجة الحاجة برضو بسرعة اللي عاوز أتكلم طيب بسرعة فيها. عشان فعلا عندنا مكالمات كتيرة وعايزين ندي الفرصة للناس. بورجيس من واشنطن قال إن هل تعليم الأباء تصلح أو هي معاصرة؟ طبعا لأن الأباء خدوا من المسيح شخصيا وكانوا مسحاء متحركين، فإذا نقدر نقول مش الأباء بس اللي معاصرين، ده المسيح كمان هو معاصر ومعانا لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. فربنا يعوضكم خير على البرنامج الجميل ده، ومرسي دكتور محفوظ ومرسي يا دكتور جوزيف أنت والدكتور نصحي، ربنا يديكم نعمة كمان وكمان، ومرحب بكم في أمريكا. شكرا. شكرا لجلتك يا شكرا على يعني الحياة كلماتك الجميلة. طيب معنا مكالمة من الدكتورة شهيرة. أنا دكتورة شهيرة سلام ونعمة لكم كلكم، بحييكم وإيه العظمة وعظمة وعظمة دي كلها. أنا الحقيقة مع تمتعي بحب أعضد الكلام اللي قاله الناس عن تعضيد مركز الأباء وتعضيد قناة لوغوس، لأن العظمة دي كلها مش موجودة غير في الكنيسة بتاعتنا والقناة بتاعتنا اللي هي بتمثل الكنيسة. فأنا بسكن بكل التعضيد اللي جه. الحاجة اللي برضو بقولها تاني، هو لغة الموقع إنجليزي ولا عربي؟ موقع دراسات الآباء باللغة العربية، لكن في مواقع تانية اسمها باتريستيك بلوج. أنا آسف إن أنا مش هقدر أديها دلوقتي على الشاشة، إنما إحنا بنسجل حلقات زي ما قال الدكتور محفوظ مع الدكتور نصحي، وإن شاء الله نحطها في السب تايتل لكل المواقع دي، هتلاقيها بالعربي وبالإنجليش. طيب أنا سؤال تاني لو سمحت يا دكتور دكتور محفوظ، هو الدكتور جوزيف لابس دبلة في إيده الشمال؟ هتخش في حاجات عائلية ولا إيه؟ دكتورة أصل النقطة دي تشجعني جدا جدا، إن مش بس المكرسين هم اللي بيتعمقوا. دي أنا بقولها تشجيعا لكل أجيالنا يعني والأجيال اللي جاية. دي نقطة مقارنة بالدكتور نصحي. الواحد لما بيدوق حاجة حلوة أول حاجة بيعملها لما أشيل حتة لابني أو لبنتي. فأنا الحقيقة ليا رجاء، ومع المدرسة اللي ابتداها البابا توادرس، إن قبل ما يمشوا يعملوا برنامج ولو يقرفوا 2-3 في كل المهجر على الفيسبوك مش على الموقع الإلكتروني، لأن الشباب بتاعنا ما بيدخلش المواقع إلا لو انترستت فيها. لكن لو تيجي عظة مثلا كلمتين من عظة القديس باسيليوس للشباب أو القديس ذهبي الكم في تربية الأطفال في الفيسبوك، ويبقوا في 3 مقرسين في المهجر يبعتوها بالإنجليزي وهم مع كونكشن مع مركز الأباء في مصر، يمكن يجذبوا 1 على 1000 من الشباب أولادنا هنا في المهجر إن هم يتجهوا لهذا الاتجاه، فتبقى جايلهم زي الإعلانات كده على الفيسبوك. ولما يبقى في مؤتمرات شباب ياريت يدعوا
من الشباب دول اللي بيدرسوا او الدكتور يوسف او الدكتور يجي يدي محاضره ولو يحمس واحد على الالف من الشباب ان هم يدخلوا مدرسات الاباء. يعني حضرتك بتقول يا دكتوره شهيره انه نبتدي مبدا تسليم المعلومات دي كلها الى جيل جديد، ويبقى جميل فعلا لو نلاقي بعض الناس اللي هم عندهم معرفه بالعربي والانجليزي ونبتدي ننقل للمرحله الجايه اللي هي الثروه الجميله دي ننقلها لبعض الشباب الجداد اللي ياخدوها. وحضرتك بتقول جوزيف موجود في واشنطن، يعني انا موجود في واشنطن يا دكتوره شهيره دلوقتي. دكتور جوزيف وممكن في امريكا في واشنطن وممكن احنا نتعاون في اللي حضرتك بتقولي عليه. جهزوا لنا شباب وانا مستعد، ان دي شهوه قلبي ان احنا نعمل جيل تاني في الشباب هنا، شباب جميل جدا جدا ومتعطش ومتحمس، بس عايز يعني نحاول ان احنا نجمعهم مع بعض ونوجههم، وانا ما عنديش مانع. انا مكرس رغم الدبلة اللي في ايدي، لان هي دي شغلتي او خدمتي اللي كرست ليها كل حياتي مع الدكتور نصحي ابونا كلنا، وانت عارفة كده كويس، وانا مستعد لاي خدمة في هذا المجال طبعا في اي حتة في امريكا. خالص رجاء يكون على الفيسبوك مش على موقع، لان اللي بيدخل على الموقع اوريدي جات انترستد، لكن لما يجيلهم فلاشز على الفيسبوك كل يوم يسمعوا قول هيأتراكت صم اللي ممكن يتكرسوا زيكم. اشكر ميرسي. شكرا يا دكتورة شهيرة. يمكن الفكرة دي ربما تنتج فكرة تدريس كورس في جامعة من الجامعات، يعني في مثلا جامعة كليرمونت هنا، واعتقد انه حضرتك تعرفت على الدكتور سعد مخيل. طبعا. وممكن يكون في بداية الفكرة تدريس البترولوجي في احد الجامعات هنا او في واشنطن. هو الحقيقة دي وردة يعني، لكن انا شايف انه يعني التركيز على الخدمة جوه الكنائس وجوه الاجتماعات بتاعتنا هتثمر اكتر، ودي من خلال خدمتنا اللي قديلها 30 سنة في مركز دراسات الاباء. يعني يمكن لما الدكتور نصح هيحكي لنا عن انشطة المركز يعني في امتداد الحلقة هيقول لنا قد ايه احنا بنعمل مؤتمرات في الابرشيات في الكنائس، ابرشيات بتدعونا احنا بنعملها في المركز، بنعملها في الكنائس انديفيديوال، بنعملها في مجموعة أربع خمس كنائس مع بعض وهكذا. يعني ممكن يطبق هذا الكلام هنا أيضا، يعني إحنا طبعا مستعدين لكل هذا الكلام، لأن دي ده واجبنا، دي مش خدمتنا، ده واجبنا كمان، إن إحنا ربنا ثقلنا بهذه الخدمة في نشر تراث الآباء، وده عمل المركز وعمل المؤسسة وعمل مؤسسة القديس أثناسيوس اللي هي كنون بروفيت أورجانيزيشن موجودة في أمريكا هنا. جميل جدا. احنا برضو الحقيقة في كلام كتير عاوزين نقوله، لكن عشان في ناس كتير الحقيقة عاوز اتكلم حضراتكم، فمعانا مكالمة ايضا من الاستاذ جورج. اهلا بك يا جورج. استاذ جورج سمعنا؟ جورج؟ طيب على ما يبدو انه عايز تسمعيني كده. ايوه اهلا بك يا جورج. مساء الخير. انا كنت عندي سؤالين بعد اذنكم. اول حاجه كنت عاوز اعرف، انا طبعا للاسف ما سمعتش الحلقه من الاول، بس يا ريت ما تكونوش جاوبتوا السؤال ده عشان تجاوبوني عليه، انه كنا عاوزين نعرف لما نقول دايما اقوال الاباء، الاباء دول هل اباء القرن الاول والثاني والثالث والرابع بس، ولا في بعض الناس يقولوا لغايه القرن التاسع والعاشر، في بعض الناس التانيين يقولوا الاباء دول ممتدين لغايه المجيء الثاني للسيد المسيح؟ فكنا عاوزين نعرف كلمة الآباء لما نقول أقوال الآباء بنقصد بيها في أنهي قرن، رقم واحد، رقم اثنين مين هم إن سبيسيفيك، رقم ثلاثة على أي أساس بيبقى الآباء ده آباء؟ يعني واحد قال تأمل، هل أي تأمل يعتبر؟ جورج أنا ما أقصدش أقطعك، إحنا فعلا تطرقنا للنقط دي وجاوبنا عليها. حدي الفرصة مثلا بسرعة للدكتور نصحي إن هو يجاوب لك عليها بمنتهى السرعة، لكن إحنا تطرقنا للحديث ده في الجزء الاولاني من الحلقه، عرفنا من هم الاباء. يا ريت دكتور نصحي بسرعه تعرفهم. أيوة من هم الاباء؟ طبعا في حسب الكنائس في تقدير مختلف للاباء، يعني الاباء بحسب الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بينتهوا في نهايه القرن الخامس او بدايه السادس.
يعني آخرهم في اللي لهم كتابات معتمدة وتمثل إيمان قديس هويرس الأنطاكي اللي بيتذكر في المجمع. ده آخر واحد فيهم. آخر واحد في التاريخيا يعني. طب في حضرتك ممكن تذكر لنا بعض أسامي الأباء؟ كان بيسأل جورج إديه أيوة أمثلة أيوة ليهم. فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتؤمن بالآباء اللي لغاية نهاية القرن الثالث أو بداية السادس اللي هو آخرهم ساويرس الأنطاكي اللي بيتذكر في المجمع وله ثلاث أعياد في السنكتار القبطي. هو كان بطريرك أنطاكيا بس عاش في مصر هنا وتنيح في مصر. والقديس أثناسيوس والقديس أثناسيوس طبعا والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس يوحنا ذهبي الفم كل دولة كليماندس الإسكندري وريجانوس كل دول قديس إريناوس في القرن الثاني كل دول آباء بتوع القرون الأولى بالنسبة للكنيسة القبطية. بالنسبة مثلا لكنائس أخرى زي كنيسة الروم الأرثوذكس اللي هم بيزنطين رايت يعني دول عندهم آباء لغاية فوتيوس البطريرك بتاع القسطنطينية في القرن التاسع تمام وعندهم يوحنا الدمشقي في القرن الثامن تمام الكاثوليك مثلا عندهم الآباء مستمرين لغاية القرن 21 بيعتبروا كل بابا من البابات هو أب من آباء الكنيسة فده بيختلف حسب الكنيسة حسب احنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتعترف بثلاث مجامع اللي هم آخرهم مجمع أفسس 431 والشخصيات آخرهم تاريخيا هو القديس ساويرس الأنطاكي. إذا كل هل كل من ذكره في المجمع اللي احنا بنذكره في القداس دول معتبرين من الآباء؟ طبعا في المجمع بتاع في تحليل الخدام دول الآباء المعلمين لأنه تحليل الخدام معناه مش تحليل بمعنى انه absolution زي اللي بيقولوا أبونا لما روح اعترف له اقول له يا أبونا أنا أخطيت أنا عملت أنا كذبت أنا حلفت مش ده هو تحليل الخدام معناه ان بداية القداس علشان أضمن ان كل اللي موجودين على إيمان واحد هذا الإيمان مسلم من الثالوث الأقدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسولية ومن فم الرسل ومن فم ماري مرقس ومن فم كذا وكذا ومن فم ساويرس الأول ومعلمنا ديسقورس وابتدي رسل غاية لما أقول ومن فم الأب الكاهن البابا والأسقف والكاهن اللي بيصلي ده على أساس أنه الإيمان ده مسلم مرة بقى. طب لماذا خصصنا دول؟ عشان دول الآباء المعلمين. معلمين. طب امال اللي بنقولهم بقى في المجمع اللي بيذكر فيه دول ما لهمش تعليم ولا اي حاجه بس شهداء مثلا عاشوا بالقداسه ولكن على اساس نفس التعليم يعني على اساس نفس التعليم يعني ما هماش معلمين لكنهم ماتوا على تقدسوا نفس تقدسوا بسبب التعليم الصحيح ما احنا قلنا ايه قداسه ارثوذكسيه عقيده تجيب قداسه حياه احنا مش دول زي اسمح لي خطين السكة الحديد كده ارثوذكسية تعليم وقداسة حياة لازم ارثوذكسية تعليم تنتج قداسة حياة ولازم قداسة الحياة تشهد لارثوذكسية التعليم اللي هم الاربع نقط اللي حضرتك دول الاثنين مع بعض ماشيين كده مش هتلاقي واحد يعني عقيدته سليمة وماشي بطريقة مش مستقيمة يعني يبقى اذا في حاجة مش مضبوطة في العقيدة طيب جميل خالص طيب اتمنى يا جورج ان احنا نكون جاوبنا على سؤالك اعتقد ان حضرتك كان لك سؤال تاني يمكن ما جات لناش فرصة طب ناخد مكالمة من الدكتور ماهر اهلا بيك دكتور ماهر اهلا بحضرتك الو ايوة سمعينك اتفضل اهلا دكتور نصحي واهلا دكتور جوزيف بحضرتك انا طبعا واحد من الناس السعداء اللي التلميذوا على دين دكتور نصحي انا من الشبرة قبل ما اجي كندا من زمان يمكن دكتور جوزيف يفتكرني ماهر عبد الملك اهلا بيك يا دكتور ماهر اهلا بيك اهلا بحضرتك بس انا كنت عايز اول حاجه طبعا يعني علم الاباء علم جميل خالص لكن ازاي نوصله لاولادنا دلوقتي ببساطه ونربطه بين
الكتاب المقدس وبالقداس، لانه انا برضو شايف انه هو حاجة اساسية خالص بالقداس، لانه تقريبا اباء الكنيسة اللي هم زي ما حضرتكم تفضلتوا وقلتوا في الاول خالص ان هم الناس الارثوذكسيين اكيد برضو بيتكلموا عن القداس. ازاي نوصلوا لاولادنا دلوقتي ببساطة خالص، من يعني من غير ما نقول لهم كلام جامد، وفي نفس الوقت نوصل لهم الاباء دول، لان دول دي حاجة مهمة جدا في تاريخ الكنيسة. نعم. طيب سؤال كويس، ازاي نوصل الرسالة دي لاولادنا؟ شوف اقول لحضرتك، اولا ارتباط القداس بالاباء مع القداسات عبارة عن جزء من كتابات الاباء، يعني قداس قديس باسيليوس وكتبه القديس باسيليوس والقديس غروريوس والقديس كريلوس وهكذا، والتسبحة كمان. كون انه احنا ازاي نوصل في تعليمنا تعليم الاباء ده للاطفال، ده بيجي عن طريق اهتمام بمناهج الاطفال. والنهاردة في من ضمن الفعاليات بتاعة مؤتمر التعليم اللي اتكلمنا عنه من شوية واللي اتكرم فيه الدكتور نصحي، في لجان النهاردة بتحط مناهج وبتعمل ريفيجن للمناهج الموجودة، بحيث انه يبقى في هايلايتنج على القديسين دول اباء الكنيسة وبعض اقوالهم. يعني ده في ما اكثر مثلا الترانيم والتماجيد اللي بتتقال على القديسين. طب ليه الناس اللي موهوبة في عمل هذه الترانيم وعمل هذه التماجيد والاخره ما يمسكوش سير اباء الكنيسة وتعليمهم ويترجموها في صورة تماجيد وفي صورة ترانيم؟ يعني انا فاكر الطفل صغير يعني كان بيتعلم مثلا statements بسيطة صغيرة قوي كده، يقولك القديس اثناسيوس واجه اريوس مجمع نيكلس 325. شوف هي جملة واحدة عرف فيها اربع معلومات، ان في واحد قديس اسمه اثناسيوس، ان واجه واحد اسمه اريوس، انه في مجمع اسمه مجمع نيقيا، وسنة 325. يعني ممكن حاجات كتير تتعمل بالطريقة دي. الحاجة التانية، ودي يعني تحت نظر وفكر قداسة البابا، انه بنعمة مسيح هتتكرس كنايس باسم اباء من ضمن اباء الكنيسة، ومذابح من ضمن اباء الكنيسة، واحتفالات من ضمن اباء الكنيسة. يعني مثلا في عيد القديس اثناسيوس ليه ما نعملش احتفالية كبيرة؟ ليه ما نعملش مؤتمر كبير؟ قديس باسيليوس بيمر الاعياد دي كده يدوبك في السنكسار. وهي دكتور كمان مش يعني هو مجرد الاحتفال، احنا مثلا لما بيبقى في عيد للقديس اثناسيوس بنذكر تاريخه وحياته ونعمل معرض، لكن مفيش تعليم عنه. ما دي النقطة، يعني فرصة بقى ان احنا ندرس يعني اقواله. يعني يعني دي كانت من احد المقترحات صراحة اللي حطيتها قدام قداسة البابا، انه مثلا في عيد القديس اثناسيوس يبقى في مؤتمر لشرح تعليم القديس اثناسيوس للناس. احنا بنعمل كده كان في مركز دراسات الاباء، بنسلمها لاولادنا طبعا لما يشوف فيه اهتمام، فيه اهتمام هيتنقل هذا الاهتمام للاجيال اللي بعد كده كمان. يعني طالما انت بتكلم بقى ماهر، انت ورينا بقى انت والشباب اللي عندك الحلوين، احنا عايزين نكون مجموعات في كل كنيسة يا ماهر، وانا مستعد ان انا اتعاون معاك، مجموعات للترجمة، مجموعات لدراسة الاباء، ومستعدين نيجي نديهم كورس ازاي يدرسوا الاباء وازاي يطلعوا منشورات من عندكم من الكنيسة عندكم، يعملوا البامفلت اللي كان بيتكلم عنه الدكتورة شهيرة، يعملوا مسجز يعملوا بلوجز للاباء وهكذا. الشباب مستعدين، بس عايزين حد يقودهم. احنا مستعدين ان احنا نعمل الكلام ده معاهم. جميل، انا اتمنى ان النهاردة تكون بداية العمل ده والدعوة، بس انتوا بتحملونا بحاجات كتير بصراحة كده فلازم تصلونا بقى. ربنا طبعا بيبارك هذا العمل. ربنا انا يخليه. هاخد سؤال اخير، اوعدكم اخر سؤال هنسأله، لانه احنا فعلا في حاجة كتير نحب نتكلم عليها. استاذ اشرف اهلا بيك. دكتور جوزيف، دكتور نصحي،
وانا متشكر خالص ان انا ربنا اداني الفرصه ان اكلمهم. انا كان عندي سؤال، انا لسه بدرس، لسه طالب جديد في الكليه الافريقيه في نجف. كان عندي سؤال بسيط خالص يعني. فين يا اشرف؟ نجف. نجف اوكي. فحضرتك زهورات الله في العهد القديم، هل هي زهورات لأكنوم الابن ولا دي مجرد زهورات ملائكة؟ وأقوال الآباء عن إيه عن الموضوع ده؟ شكرا لك يا استاذ عشر. لا، هم الآباء بيعتبروا ان زهورات العهد القديم هي زهورات للابن بالذات، هو اللي كان بيتعامل كلمة الله في العهد القديم مع الآباء، سواء إبراهيم أو ما بعد إبراهيم، هو الكلمة اللي كان بيتعامل مع الأنبياء، كانت كلمة الرب إلى إشعياء قائلة، فهو كلمة الرب. وحضرتك كويس أنك قلت يا أشرف أن هي زهورات، الزهورات غير التجسد، التجسد لم يتم إلا في ملء الزمان من الروح القدس من مريم العذراء. لكن زهورات يعني زي ما يتعامل الروح القدس مع الأنبياء ويفارقهم، فهكذا كانت زهورات الابن في العهد القديم بيسموه الآساركوس لوغوس، يعني اللوغوس بغير جسد، هي زهورات الابن اللوغوس بس بدون جسد في العهد القديم، في ملء الزمان اتخذ جسدا. بس احنا بالانجليزي بنقول ان في ميسيانيك ابيرانسز، بس المسيح للجسد إز ده ميسايا، ده ميسايا اللي هو المسيح الرئيس. وصل كلمة المسيح يا دكتور يعني ممسوح، فهيمسح فيه إيه غير لما يكون فيه جسد؟ فإحنا ما نسميش المسيح قبل التجسد المسيح، إحنا نسميه مسيح لأنه مسيح الرب. إنما هو مسح من أجل هدف معين، أو جاء من أجل رسالة معينة. ظهور كده. تمام. طيب انا وعدتكم ان اخر مكالمه، بس معلش استسمحكم في مكالمه اخيره، محبه الناس زي ما انتم شايفين ازاي وعطشهم. ربنا يخليك دكتور ممتاز، اهلا بيك. مساء الخير دكتور محفوظ، مساء الخير للبانل. اهلا بحضرتك. اهلا يا دكتور ممتاز، سامعينك، اتفضل. يس دكتور محفوظ، ريلي اي ابريشيت طبعا التعليم اللي بتدوها لنا وتفهموها لنا، التعليم الكنسية. إنما الحقيقة أنا عاوز الكارما هوبفولي إن إحنا نبقى ليتل بيت بوزيتيف، لازم يكون لينا صوت، لازم إن إحنا مثلا في لجنة الدستور، لجنة العشرة أو لجنة الخمسين، هاو ميني كريستيان آر انفولفد إن ذيس بانل اللي هم بيعملوا بيه الدستور الجديد؟ إحنا لحد إمتى هنفضل كده دايما دايما مش 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 بنتكلم، ملناش صوت، دايما نيجاتيف. اي هوب ان احنا نهتم ونرفع صوتنا، على الاقل احنا في امريكا وشود سبيك لاخواتنا اللي في مصر، مش يعني بنتخانق مع السلطه او مع اني بادي، بس لازم يكون لينا صوت، لازم ان احنا الكارما تتكلم وتطالب حقوق المسيحيين الموجودين في مصر. انا عارف ان وقتكم ضيق دكتور ممتاز، ومش عاوز اخذ من وقتك اكتر من كده دكتور محفوظ. اشكرك وثانك يو سو ماتش فور تيكينج ماي كول. شكرا يا دكتور ممتاز على طبعا غيرتك على المسيحيين، والنقطه دي احنا حبينا ان احنا النهارده نكرز موضوعنا في موضوع روحي وناخد الدسم الجميل دي، لكن طبعا النقطه اللي حضرتك ذكرتها نقطه مهمه وربما نتطرق لها إن شاء الله في حلقة أخرى. شكرا دكتور ممتاز. طيب نعود للنقط الجميلة. يعني أنا الحقيقة الكلام كل اللي بيتقال كلام بيفتح مجالات ومفهوم جديد مهم خالص لنا أن احنا نتعرف عليه، لأنه على ما يبدو أنه اللاهوت والعقيدة كانت في وقت من الأوقات نوع من يسموه التابو، يعني ما حدش يقرب له. صحيح. أعتقد أنه في وقت من الأوقات ما كانش غير الآباء الكهنة هم اللي يكلموا في الأمور دي. طيب إحنا لما اتكلمنا على الآباء ودورهم وأهميتهم ومين هم الآباء ومين اللي بنعتبرهم آباء استلموا التعليم وبيسلموها ليها، أنا عاوز أعرف، وتطرقنا في معظم كلامنا عن العقيدة ودورهم في تفسير العقيدة، عاوز أعرف عن دور الآباء في تفسير الإنجيل والكتاب المقدس. ممكن بس يعني استسمحك يعني بس حاجه ريليتد بالكلام اللي يقوله الدكتور ممتاز والكلام اللي بتقوله حضرتك انه الاباء والعقيده دي،
الكلام اللي بيقوله الدكتور الممتاز الحقيقه ان احنا نكون ايجابيين مش من منطلق, يعني احنا مش مطلوب ان احنا نعمله من منطلق ان دول اهلنا في مصر وان احنا نشارك في الدستور والاخره, لا انا عايز اديله بعد تاني. اتفضل. البعد التاني هو بعد لاهوتي بقى, how to apply الثيولوجي. انت لازم تكون لو انت مؤمن صح, لو انت استقامة رأيك واستقامة عقيدتك واستقامة سلوكك يبقى لازم تكون ايجابي, لان انت مؤمن بالتجسد ولا مش مؤمن بالتجسد؟ مؤمن بالتجسد معناها ان المسيح ما كانش سلبي امام قضية موت الانسان, ده خد اكشن, الاكشن ان هو نزل من السماء. جميل جدا التعبير دي, انه عمل الخلاص ده هي ايجابية. ايجابية مش طبعا. ايجابية وبس, اولا مسؤولية, مسؤولية مسؤوليته عن الخليقة. القديس أثناسيوس يقول الله ده ما كانش هيبقى صالح لو خلق الخليقة وسابها تهلك امامه. الحاجة التانية انه مش كفاية ان انا اكون مسؤول, ده انا لازم اكون حساس. صراخ شعبك, صراخ شعبي وصل الي, يبقى حساس, وإلا كان سد ودنه يصرخوا زي ما هم عايزين, انا مالي, هم اللي عملوا كده في نفسهم, لكن انا حساس. يبقى ما يكفيش ان انا اشعر بمسؤولية ناحيتك وانا حساس, مسؤولية حساسية اكشن, لازم يبقى في اكشن. الاكشن ده الكلام اللي بيكلم عنه الدكتور. انا اشكرك خالص. اذا الشخصية الايجابية هي الشخصية المسيحية السليمة, ذو العقيدة المستقيمة. ذو العقيدة المستقيمة, شكرا. دكتور نصحي, أيوة. ايه اهمية اقوال الاباء في تفسير الانجيل بالذات في العصر الحالي اللي بنجد تفاسير كثيرة؟ احنا هنا في المجتمع الغربي تجد على الاقل 15-16 ترجمة مختلفة, وكل ترجمة لها تفسيرات مختلفة, وده اللي بيدعو احيانا الى سوء الفهم حتى من غير المسيحيين لما ينظروا للترجمات. ايه اهمية اقوال الاباء وتفسيراتهم في الانجيل؟ ينبغي اننا نقتنع ان اصدق اشخاص يستطيعوا ان يفسروا الانجيل تفسير صحيح هم الذين استلموا من الرسل اب عن اب. يعني تفسيره مش مبني على زي ما قلنا على استنتاج العقل, ولكن هو بيرجع الى المصادر. يعني يقول الاب فلان اللي قبلي أثناسيوس قال كده وقال كده في الرسالة اللي ارسلها لفلان بتاريخ كذا في مجمع كذا وهكذا. يعني بالشكل ده يبقى الاباء دول مصدر, لانهم بيشهدوا للايمان اللي استلموه وبيجيبوا المصادر اللي استلموا منها, والاب اللي قبله استلم من مين وتاريخه ايه, زي ما قلت على يوحنا الرسول وبوليكاربوس وإيريناوس. فالاباء مهمين جدا في يعني الناس اللي زي دول, انا اخد كلامهم لما يبقى في ايات مختلف عليها في الانجيل ان كلامهم مصدق, لانهم عندهم سند للفهم غير العقل المفرد, عندهم سند الشهادة المسلمة من الاجيال اللي قبلهم. فلما القديس كيرلس مثلا بيتكلم عن جسد المسيح ودمه في يوحنا 6 بيجيب سيرة الآباء اللي قبله في تعليمهم عن الإفخارستية اللي هم كانوا عايشين الحقيقة. كانوا عايشين, وإزاي إنهم بيشهدوا لهذا الكلام في رسائلهم وفي كتاباتهم. طب هل إحنا عندنا تفسيرات لكل أصفار الإنجيل من أقوال الآباء؟ تقريبا كل العهد الجديد تقريبا كله موجود للآباء تفسيرات لي. العهد القديم معظمه
معظمه. لكن دلوقتي اتعملت يعني مجموعات الانشنت كريستيان كومنتري ده جايب تفسيرات الاباء للكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية من الاباء. انا بستسمع حاجة بس يا دكتور محفوظ وبخلي الدكتور نصحي يقول لنا قصة السيريز دي اصلا مين اللي عملها وهو كان اصله ايه بروفيسور اودن ده وازاي هو قدر ينتقل من التفسير بالطريقة الغربية الى الطريقة الشرقية اللي بنسميها ancient christian commentary. ancient christian commentary of the bible. أوكي. يعني عايز يقول التفسير القديم للكتاب المقدس المبني اللي هو يعني لما تفتح اي فوليوم من مجلداته تجده بيقول الاب فلان بيقول على الايه دي وبعديه الاب فلان بيقول على الايه دي بالترتيب التاريخي. واسمه اودن او دي اي اودن توماس اودن. حد عاوز يرجع للامور دي ancient christian commentary by توماس اودن. هو كان توماس اودن نفسه جه مصر قبل ما يكمل نشر المجموعة علشان يطلب مننا اننا نشترك في الترجمة للعربية للعربية. احنا طبعا كان عددنا قليل وما كانش عندنا امكانيات اننا ندي وقت لعمل هيستغرق جهد كبير، فطبعا اعتذرنا عن اننا نقدر نساهم في الترجمة، لكن الكلام ده من اكتر من 15 سنة. ولكن اترجمت في لبنان، استمر ونشر وطلعوا طبعا بالانجليزي وفي اجزاء منه ابتدت تطلع عربي كمان، اجزاء كتيره في لبنان طلعت بالعربي بس موجوده في مصر يعني. هو الحقيقه يعني يا دكتور جوزيف زي ما حضرتك سامع من كل الناس ليها اشتياق لريفرنسز الحاجات دي، واذا كنا احنا النهارده فعلا مش جاهزين يا ريت فعلا في الحلقات الجايه ان احنا نتاكد ان احنا نحط دايما lower third نكتب فيه بالظبط الناس توصل للامور دي ازاي، لانه حضرتكم شايفين ازاي الناس ليها اشتياق لهذه الامور. طب ممكن اشوقهم اكتر؟ اتفضل. على حته التفسير دي، عارفين قصه ان موسى دخل قدام فرعون والمسيح والله قال له خد العصايه بتاعتك معك وارميها قدام فرعون، فرماها قدام فرعون فتحولت الى حيه واكلت باقي الحياه، فالله قال له امسك الحيه مره ثانيه، لكن بيقول له امسكها، فمسكها ازاي؟ مسكها من راسها ولا مسكها ازاي؟ من رجلها. مسكها من ديلها. طب هو في حيه بتتمسك من ديلها؟ دي هتتلف عليه كده، ولكن هو مسكها فتحولت العصا الحيه الى عصا مره ثانيه في ايد موسى. في تامل جميل جدا جدا وتفسير جميل جدا جدا لم اسمعه من قط ولم اقراه من قط الا عند القديس كيرلس عمود الدين، عشان تشوفوا هم الاباء لما كانوا بيفسروا الكتاب المقدس كان في ذهنهم وكان قدام عينهم خلصنا، يعني ده مش بيعمل لكجري يعني، ولا هو عايز يكتب كتاب ولا مش عارف يعمل ايه ولا يبان ان هو مفسر كويس، لا العقيده هنا التفسير له هدف خلاصي. فبيقول ايه؟ البشريه الله خلق البشريه وكانت في يده عندما كانت قبل سقوط ادم. العصا باستمرار هي رمز للسلطه، فالبشريه في ايد الله لها سلطه، ولكن عندما سقطت من ايد الله بالسقوط تحولت الى حيه. جاء المسيح في ملء الزمان ومسك البشريه. ملء الزمان عبارة عن آخر حتة في الحياة، لأن الحياة لما بتطول ناحية جذلها مش ناحية رأسها، فهي عمالة تطول. ملء الزمان يعني الزمن ده كله دي آخر حتة اللي هي وقت مجيء المسيح. راح مسك البشرية تاني لما تجسد، فتحولت البشرية مرة أخرى إلى طبيعتها الأولى في يده، لعادت إلى يده، والخلاص امتد من الذيل الى الرأس الى ادم، خلص ادم وبنيه. تفسير جميل خالص ما حدش سمعه، وده من الاباء وده قديس كيرلس مش الدكتور جوزيف. لا 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 احنا بنتعلم من الاباء وهكذا.
طيب يعني عشان احنا فعلا وقتنا ابتدى يقترب، انا مش عاوز افوت الفرصه دي غير ما نعرف الناس اكتر بمركز دراسات الاباء. يعني يا ريت دكتور نصحي تقول لنا، واحنا اثناء ما بنتكلم هنتفرج على بعض الصور، ونبتدي بالصوره نمره واحد. دي صوره لو سمحت نشوفها ونسمع تعليقات منكم اللي يحب يعلق على الصور دي، وحضرتك تدينا فكره عن هذا المركز. ايه اللي احنا بنشوفه دلوقتي اورثودوكس ديترستك؟ اسمح لي يا دكتور نصحي، دي صوره اللي في ارضيه القاعه، في خلفيه القاعه. دي قاعه هنشوفها دلوقتي، ولكن دي محاضره كانت من اب من 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 روما، من روما، متخصص في دراسات الليتورجيات، وكان في زيارة. والمركز بتاعنا مركز بيستضيف أساتذة من كل أنحاء العالم بيكلمونا في مجال الأباء برضو. فدي المحاضرة كان جاي معاه مجموعة سنة 2011 بيزوروا المركز. يعني ده دي صورة في القاعة، في القاعة اللي فينا. ودي Orthodox Patristic Center. الباتريستيك سنتر ده تابع لمؤسسة اسمها مؤسسة القديس أنطونيوس، اتأسست سنة 1979، لكن المكان دوا سنة 91. دي المجموعة اللي جت مع الأستاذ. المجموعة اللي جاية من روما. تمام. دي الصالة الرئيسية، وتسع حوالي 200 شخص. المكان موجود في مصر الجديدة في محطة المحكمة. دي قاعة يعني منظر تاني فيها. يعني ده المبنى اللي في مصر الجديدة. تمام. في محطة المحكمة اللي هو مركز دراسات الأباء. واحنا بنعرض صور دلوقتي لبعض. يعني دي قاعة بيجتمع فيها ممكن حوالي 200 شخص. 200 شخص. دي بنعمل فيها محاضرة زي ما اتكلمنا الدكتور نور. دي المكتبة، ومكتبة مركز دراسات الأباء تعتبر يعني أغنى مكتبة في مصر متخصصة. مش أغنى من ناحية الكتب، احنا عندنا حوالي 5000 كتاب بخمس لغات، كلها نصوص وتكست بوكس لاباء الكنيسه، يعني كلها، ومجلات ابائيه وكل الكلام ده بالعربي وبالانجليش وباليوناني اصلا وبالفرنساوي وبالالماني كمان. هل حضرتك تعتبر انه المكتبه دي يمكن المكتبه الوحيده في العالم او لا 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 احنا بنتكلم على مصر في العالم العربي يعني. احنا بنتكلم في مصر يعني. لا لا طبعا. طيب احنا نحب نعرض دلوقتي العنوان بتاع المركز، وعشان الناس اللي هي طلبت، هو العنوان الحقيقة طويل وحنسيبه كده شوية على السكرين على اللي حاجة. بس اسمح لي يا دكتور، هنا العنوان ده هو عنوان فيلوشيب اسمه سانت أثناسوس فيلوشيب، هنا في امريكا، هنا موجود في امريكا. وده يعني يعتبر يعني فيلوشيب انشئت لاجل تعضيد مركز دراسات الاباء في مصر. فهو تبع تحت رئاسة الدكتور نصحي طبعا، ولكن ده عنوانه في فيرجينيا، وده تليفون المهندس مجدي اللي هو مسؤول عن الفاينانشال سبورت بتاع المؤسسة دي، وكمان في التليفون بتاعي لان انا موجود حاليا في واشنطن، اللي يحب يعني يتصل. وطبعا في ده اللي طلبوا انهم ازاي عضضوه، البنك اوف امريكا والاكاونت نمبر هو موجود على السكرين، اللي يحب يعمل دونيشن. الحقيقة يعني أنا هضم صوتي لكل إنسان يعني بيحب يعضد عمل الكنيسة. يعني إحنا سمعنا ناس كتيرة بتعضد على العمل، لكن سمعنا مثلا الدكتور ممتاز بيتكلم على أن أنتوا لازم تبقوا إيجابيين ونتكلم على مصر، وسمعنا ناس تتكلم على تعضيد الفقراء، وناس تتكلم على تعضيد بنى الكنائس. أنا عاوز أقول يعني أنه العمل ده التعليم. التعليم وتأثيره على أولادنا في منتهى الأهمية. وأنا يا جماعة بقول لكم، أنا عشت كفاية في المجتمع ده عشان أعرف الأمور اللي بتجذب أولادنا بعيدة عن الكنيسة، والشكوك اللي بيحطوها في ذهن أولادنا عن الإنجيل وأهميته، عن إيمان الكنيسة وأهميته. في منتهى الأهمية أن احنا نعضد الإيمان بتاعنا بوثائق وكتب لها مرجعية ولها تأكيد على صحتها. دي الأمور اللي بيحترموها الشباب هنا، لما نقول له آدي documents وآدي translation لdocuments موجودة من السنين دي كلها، وآدي الأوثر بتاع
الدوكيمنت ده ايه المرجعية بتاعته. اعتقد دي لازم ناخد بالنا من البعد ده لأهمية اقوال الاباء، لانه يعطي مرجع وموثوق به ويؤكد ايماننا الحقيقي. ده انا اقول لحضرتك يعني اسمح لي في الكلمة، انه العمل هنا يعني احنا دكتور نصر حياة يعني كل حياته من سنة زي ما حضرتك تفضلت وقلت ابتدى من سنة 61 وهو بيترجم ويهتم بأقوال الآباء دي، وأنشأ كل هذا العمل وعضده وأرسل كل الناس اللي درسوا ورجعوا يشتغلوا في المركز. هنا العمل هيكون يعني ريلاتيفلي أسهل. ليه؟ لأن احنا ترجمنا من اللغات الأصلية والإنجليش إلى العربي. معظم كتابات الآباء النهاردة موجودة في لغات أجنبية وخصوصا اللغة الإنجليزية، يعني جس ان احنا نقدر نحرك بس العجلة هنا ونقدر ان احنا نعمل awareness بالذات في أمريكا توفرها. فإحنا بس ان احنا نقدر نخلي الشباب اللي هنا يبقى عندهم حب للتعمق في الكتابات دي، وازاي ان احنا نعرضها قدامهم ونكلمهم عنها ونعمل مؤتمرات عنها ونعمل دراسات عنها. يعني مفيش مانع ان احنا نكتب كتاب يتوزع على الخدام في اي اجتماع خدام ونبتدي نناقشه بعد كده وهكذا. في امور كثيره الحقيقه في مجال نشر هذا العمل. طبعا العمل العظيم يا دكتور نصحي ودكتور جوزيف اللي انتوا تعملوه بدايه جميله جدا وممتازه، لكن الثمار ابتدت تبان دلوقتي وقت جني الثمار دي، ودلوقتي الوقت اللي لازم ناخد الثروة العظيمة دي للبعد الأكبر من مجرد إنها محطوطة في مكتبة في أوضة في مصر الجديد. هي دي لازم تنتشر على الإنترنت، ولازم يحصل حركة ترجمة كبيرة وحركة توعية زي ما كانت الدكتورة شهيرة بتتكلم على نستعمل السوشيال ميديا ونبعتها على الفيسبوك والحاجات دي. هو بالمناسبة في حوالي 180 كتاب تكست بوكس موجودة حالياً اوريدي مترجمه، وممكن طبعا زي ما كان بيتكلم الاخ ايهاب في مكتباتنا هنا في الكنائس ممكن تيجي، ممكن الشباب يساعدونا ان احنا نعمل الاي بوكس دي كلها موجود، يعني ممكن نحول كتبنا الى اي بوكس على الـ على الـ على نعمل لها ابلكيشنز، وممكن هي تتوزع بالطريقه دي. احنا ما عندناش اي مانع من ان احنا نعمل كده، بس الفكره ان احنا عايزين الهيومن ريسورس زي ما بيقولوا، والهيومن ريسورس اللي هم الشباب اللي هنا الجيل التاني اللي لما يقتنعوا بالفكرة هيعملوها وهيبقوا مثمرين اكتر مننا كتير. احنا عجزنا واحنا عايزين الجيل التاني يشتغل. بالتأكيد طبعا الخبرة بتاعت حضراتكم، لكن فعلا محتاجين شباب يهتموا بهذا الامر وياخدوه للبعد ده. طب دكتور نصحي، يعني انا عاوز برضو حضرتك تقول لي لو احنا حبينا نفهم الناس أهمية أقوال الآباء في كلمات قليلة نقول لهم ايه، خصوصا بالمقارنة باعتبارنا احنا لأهمية الإنجيل. نقول لهم عن الآباء هم اللي سلمونا الإنجيل، يعني الآباء هم اللي سلمونا الإنجيل. الإنجيل زي ما ابتدينا نقول ما هوش كتاب، ولكن أصلا هو رسالة، فالآباء حملوا هذه الرسالة مش نقلا عن كتاب، ولكن نقلا عن أب إلى أب إلى أب لغاية الرسل. فهما الآباء بيقدمونا الإنجيل، يعني هم زي ما قلنا الكنيسة ولدت الإنجيل، ولدت الكنيسة الإنجيل. فالآباء هم الأداة بتاعت الكنيسة في ولادة الإنجيل، هم اللي قدمونا الإنجيل بالأسلوب اللي يدخل حياة المؤمنين في عصرهم. يعني كل أب في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس بيكلم الشعب بتاعه أو العظات أو الرسائل بالإيمان اللي استلمه من الآباء اللي قبله وهكذا. يعني فالآباء هم اللي بيسلموا رسالة الإنجيل اللي نشأت على دا يعني نشأت على دا
يدي الآباء الرسل واتنقلت للآباء لتلاميذهم ولتلاميذ تلاميذهم وهكذا. فالآباء هم اللي ولدوا الإنجيل يعني هم أداة الكنيسة في ولادة الإنجيل. ده تخيل لحضرتك إن واحد كان عايش في القرن الرابع الميلادي طباوي أغسطينوس يقول أنا لن أقبل الإنجيل إلا كما تعلم به الكنيسة. جميل جدا. يعني ليه؟ لأنه الإنجيل لا يقرأ ولا يفهم إلا داخل إطار الكنيسة، بمعنى إن داخل إيمان الكنيسة. لأن واحد ممكن طلعه برا يقرأ زي ما هو عايز بالتأكيد. ويشوف اللي هو عايزه بالتأكيد. لكن اللي هيستفيد من الإنجيل يقرأ بعيون الكنيسة، وعيون الكنيسة هم أباها، عيون الكنيسة هي ضمان طمان. طمان. طبعا وهي الأم الحاضنة للإيمان والمسلمة لي، يعني مستلمة من المسيح والرسل واحتفظت بهذا الإيمان المسلم واحتضنته واعطته عن طريق أب وراء أب وراء أب للأجيال. وإلى الآن نحن نستلم الإيمان زي ما بيحصل في رسامة كاهن أو أسقف، بيسلموه الإيمان في كلمات الاعتراف، ولازم يحط الإنجيل في رأسه فورس. دكتور نصحي، في دراستك لكل الآباء، من أقرب الآباء إلى قلبك؟ الحقيقة كلهم قريبين، بس يعني بالنسبة لي أنا أقربهم هو القديس مقاريوس الكبير بسبب عظاته اللي أنا ترجمتها وتمتعت بها، العظات الخمسين، قديس مقاريوس اللي هو أبو مقاري الكبير. دكتور جوزيف، أنا الحقيقة يعني علشان دراستي كانت في الدكتوراه على القديس أثناسيوس الرسولي، فأنا بأميل لقديس أثناسيوس وقديس كيرلس، ولأن هم متميزين كأباء من أباء اسكندرية إنهم ما كانوش بينظروا. يعني ما كانوش بينظروا؟ يعني ما كانوش بيقولوا كلام يخش الدماغ وبس، ولكن كلام يمس الخلاص بتاعنا. يعني زي ما يكونوا بيعملوا apply theology، يعني لو لم يكن المسيح ربا وإلها لما استطاع أن يخلصني. دي الستيتمنت بتاع قديس أثناسيوس، يبقى هو دفاعه عن المسيح من أجل خلاصي أنا، يبقى هو بيحاول يدافع عن القديس عن المسيح، عن ألوهية المسيح. وقديس كيرلس نفس الكلام، يعني علشان يوريني يمتعني أنا بالخلاص ده. أذكر الشيء بالشيء عشان تشوف الشباب الجداد، يعني كنت مرة في خدمة في السوهاج وشباب صغيرين كده، فقالوا لي شباب أولاد الأباء الكهنة يعني في حدود 14-15 سنة، فقالوا احنا عايزين نعمل معك انترفيو. طب طيب، هم عارفين ان انا برضو بتكلم، فواحد بيقدمني زي حضرتك كده يعني، فبيتعلموا الولاد الصغيرين. فبقى احنا معانا واحد النهاردة احنا بنعتبره حفيد للقديس أثناسيوس، فانا بعد يعني الحلقة بقول له مش بلاش الكلام الكبير ده، يعني ايه حفيد القديس أثناسيوس؟ قال لي لا، ما هو بالحقيقة كده، اصله هو حفيدك على انت حفيده على فكرة، بس هو اب امك، ابو امك مش ابو ابوك. قلت له يعني ايه؟ قال لي اصل انت مش ابن الكنيسة. قلت له ايه. قال لي طب القديس أثناسيوس بنسميه ايه؟ أبو الكنيسة. يبقى هو أبو أمك، يبقى أنت حفيده بالطريقة دي. شوف وعي الشباب الصغيرين بالأباء دول، وده الشيء المبشر في كنيستنا. ويمكن نقدر نقول أنه التعبير اللي قيل عن أثناسيوس أنه لولا أثناسيوس لصار العالم كله أريوسية، ده حقيقي. يعني إن كان في أي تعبير نعبر به عن أهمية الرسل الآباء الكنيسة وأهمية عملهم، إنه لولا أحد هؤلاء الآباء للعالم كله صار في ضلالة. ده حقيقي. وكان طبعا ده بيقولوا له القديس أثناسيوس في يوم 15 مايو في عيده، الكنيسة تقول له إيه؟ طوباك أيها الآب القديس أثناسيوس الرسول للبطريرك الإسكندرية، لأنك شبهت الرسل في القول والفعل، لأن هو الوحيد الرسولي، لأنه كرز بكرازة الرسل بنفس كلامهم، شبههم في القول
وفي الفعل ان هو كرز لكل المسكونة بألوهية الابن المتجسد، ولولاها لصار العالم كله هذا سيء. دكتور نصحي، دكتور جوزيف، استمتعت كثيرا بهذا اللقاء الجميل، ويعني اشكر ربنا ان هو بيحفظ لنا اقوال الاباء في من خلال عطية جميلة بيعطيها لابنائه زي ما عطى لحضرتك ولحضرتك. اشكركم شكرا جزيلا، ويعني نصلي من اجل نجاح هذا العمل، ونتمنى ان ربنا يبارك فيه. ولو حضرتك تحب، احنا بدورنا من الحياة بنشكركم، وطبعا الدكتور نصحي بكرة. على يعني سعة قلبكم وعلى استضافتنا سواء في هذه الحلقة الجميلة ومع حضرتك، وايضا في اتاحة الفرصة ان احنا نستفيد كمان في اللقاءات اللي احنا بنعملها في برنامج على درب الاباء، ان سجلنا مجموعة كبيرة من المحاضرات مع الدكتور نصحي، وان شاء الله هتذاع في هذا البرنامج. انا مش بعمل عنه اعلان ولا حاجة، لكن احنا بنسوق الناس انه يسمعوا الدكتور نصحي في الحلقات دي. شكرا جزيلا، الف شكر. احبائنا المشاهدين، نشكركم على حسن استماعكم، ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع.